في اعماق مدينة السحر بنلاقي عالم من البشر، كل فرد منهم بيتقن السحر اتقان بدرجات متفاوتة، وبيقدروا السحر تقدير كبير جدا لاعتقادهم انها هبة كبيرة من ربنا. علشان كده هنلاقي مثلا ساحرة بتطير بمكنسة، وناس بتقدر ترفع اوزان كبيرة من غير ما تستخدم ايديها، وفي الخلفية شوية تنانين كده بتطير بشكل عادي جدا في السماء زي الحمام. والسحرة في المدينة دي تقدر تخلق من اللا شيء شيء مهم جدا، يعني تقدر تقول كده اي حاجة عايز تعملها نعملها طالما متقن للسحر. وفي المدينة دي بقى بيحددوا قيمة الشخص من درجة اتقانه للسحر، يعني لو ساحر اي كلام كده قيمتك هتبقى قليلة في المجتمع، ولو ساحر عظيم فده اكيد صاحب مكانة وقيمة عظيمة جدا في المدينة. المهم ان كل فرد موجود في المدينة دي هو ساحر، حتى الاطفال الصغيرين. بنشوف بقى في عمق غابة عميقة في المدينة شاب اسمه ماش بيتحدى قوانين الطبيعة، وقاعد بيشيل حديد بخفة وسهولة جدا لدرجة ارعبت الحيوانات منه. وكالعادة بعد كل تمرينة بياكل فطيرة الكريمة اللي بيموت فيها، وكل مرة بيقع في حبها من كتر لذذتها، وبالنسبة له مفيش حلاوة بعد كده. وبنقف شوية عند الحاج رينجو صاحب البيت اللي ماسك عصايته السحرية دي وبيصب لنفسه الشاي علشان يشرب. عجوزنا اللزوز ده عنده 75 سنة وعايش مع ابنه ماشي اللي شفناه من شوية في الغابة، وهو قاعد سرحان كده بيفتكر قد ايه كان طايش في شبابه بكل ما تحمله معنى الكلمة، وانه دلوقتي كبر وعقل كده بما انه بقى عجوز والدنيا علمته الادب. ساعتها بقى قطع ابنه ماشي اللي كسر الباب من قوته وهو يدوب بيحاول يفتحه، وكان هيموت ابوه من كتر الخضه. رينجو قال له وهو متعصب، يا ابني هو الباب قدك علشان تخلعه كده؟ اتقي الله. هو رد عليه وقال له حقك عليا يابا، انا بس نسيت الباب بيندفع ولا بينسحب، بس طبعا ابوه كان هينشل لانه عايش هنا من سنين ولسه مش فاكر الباب بيتفتح ازاي. بطلنا الحديد ده كان مفكر انه كده زق الباب براحته ومستغرب ليه اتخلع برضه برغم انه ما استخدمش قوته ولا حاجه حتى. رينجو كان متعصب على ابنه جدا، لكن ماشي ابتدى يحس بغلطه وقال له انا هصلحه وهتحمل غلطتي، انت بس ما تزعلش نفسك. ابوه علشان قلبه ضعيف تجاهه من كتر ما بيحبه سامحه فورا. بعدها بطلنا راح يصلح الباب لكن من قوته كسره اساسا، وياريته محاول يصلح حاجه لان ابوه كان هينجلط من كتر تصرفات ابنه. وابتدى يساله خلص تمريناته بتاعت النهارده ولا لا، هو فهمه انه خلصها كلها وساله ليه بيخليه يتمرن تمرينات جسديه مش تمرينات سحريه. وقتها ابوه سكت لحظات كده وافتكر ان ماشي مختلف عن باقي البشر لان ما عندوش قدره سحريه زي اللي في المدينه، ورد عليه بانه مش وقتها القصه دي، وقال له ياجلوها لوقت تاني ويبقى اشرح له ليه علشان عاوز يخرج شويه، وقال له البيت امانه في رقبتك يا ابني اوعى تكسر حاجه. هو رد عليه وقال له عيب عليك يا حاج، البيت امانه في عينيا وما تقلقش انا اتعلمت ازاي اصلح الباب. هو قال له يا اخي اتعلم تفتح الباب الاول ازاي، وقعد يفكره علشان يفتح الباب يسحبه مش يدفعه، وطلب منه ما يخرجش المدينه ابدا في غيابه زي كل مره بيطلب منه كده لما بيجي يخرج. بعدها خرج وساب ماش في البيت لوحده ومطمن لانه سايب ابن مطيع لكلامه، لكن الابن المطيع ده كسر كلام ابوه اول ما حس بالجوع لانه اشتهى فطاير الكريمه اللي بيحبها، وراح المدينه علشان يجيبها وهو متخفي. وهو في المدينه كان بيبص حواليه كده بيلاقي ناس متقنه السحر، وكان مستغرب كل دول بيعرفوا ازاي يعملوا السحر. بعدها شاف محل الفطاير ومن كتر الحماس نسي وضغط على ايده اللي فيها الفلوس وهو بيقدمها علشان يشتري 7 فطاير، اكتشف انها مطويه، وده صدم الفطاطر جدا لان الفلوس معدنيه وقويه جدا يعني مستحيل يطويها بكل سهوله. بطلنا صدمه اكتر لما اخد من ايده الفلوس وصلحها قدامه بمنتهى السهوله اللي كانت هتجننا كلنا يا جدعان. وبعد فتره اخد ماشي الفطاير بتاعته بسبب شده الهواء الغطا اللي كان على راسه اتشال، والناس كلهم اتصدموا لما شافوه لانه ما عندوش علامه السحر اللي بتبقى على وش الصحراء. وفي جانب اخر بنشوف الظابط براد بيتفرج على التلفزيون وشاف خبر ان موهوب السماء للسنه دي هو طالب في سنه ثانيه في اكاديميه السحر استون، والطالب ده اسمه راين، واللقب اللي خده الطالب ده بيناله اكتر شخص بيحقق درجات وبيترقى لطبقه النبلاء وبيوفروا له وظيفه في ديوان السحر، ودي اعلى منظمه قانونيه في المدينه. وقطع انتباه براد بالاخبار صوت الشاب اللي بيعذبه ده وبيستسمحه ويطلق سراحه، لان كل اللي عمله ده هو انه سرق حاجه صغيره ما تستاهلش تعذيبه كل ده. وقتها قام براد متعصب كده وقال له صغيره يعني خليتني اشتغل وقت اضافي هنا علشان جريمتك الساذجه دي وضيعت وقت المهمه في الاخر بتقول لي صغيره؟ وابتدى يطلع عصايه السحر بتاعته علشان يعاقبه، لكن قطعوا رنات التليفون وجاله خبر ان في شاب غريب وشه ما فيهوش علامه السحر ظهر في المدينه وعاوزين يشوفوه. نرجع بقى لماشي اللي ماشي ياكل فطير الكريمه بمنتهى البلاهه ومش فاهم الناس كانوا بيبصوا له باستغراب ليه كده، وافتكر كلام ابوه بيحذره يخرج المدينه ومش في البيت، لكن استمتعه بالفطاير محى احساسه بالذنب تجاه ابوه انه كسر كلامه. وفجاه ظهر قدام واحد من الضباط اللي كان سكران وخبط فيه وهدومه اتوسخت من الفطاير، وبطلنا وبيحاول ينظف له اللبس بسبب قوته اللبس اتقطع. ولما الظابط براد وصل شاف الشرطي ده بيزعق ولسه بيسال فيه ايه، شاف ماشي
وفهم ان ده الشاب الغريب اللي ما عندوش علامه السحر زي باقي المدنيين، وكان مستغرب هو ليه بياكل الفطاير بالشكل ده. ولسه يبتدي يتكلم معاه فجاه ظهر ابو ماش واخد ابنه طلع يجري بسرعه هائله وهو بيعتذر. وقتها الضابط براد كان واقف مستغرب وساكت ايه التصرف الغريب ده، وقام ضحك كده وطلع عصايته السحريه وقال اي نعم الموضوع هيبقى متعب شويه لكن هيكسبني ترقيه جديده، وابتدى يصنع طائر من السحر كده وامره يمشي ورا العجوز وابنه علشان يعرف مكانهم. اما العجوز فاخد ابنه ورجعوا بيتهم وبيزعقوا انه ما سمعش كلامه وخرج من وراه برضه. ماشي اعتذر له وحسسه انه ندمان على غلطته دي، والاب الحنين ده اول ما شاف ابنه ندمان نسي اللي حصل له وقال له ان هو مسامحه، لكن كعقاب على اللي بيحصل ده يخرج يكرر نفس التمارين بتاعت الصبح مره ثانيه. وقبل ما يخرج من الباب ابوه جري عليه وفتح اول الباب علشان مش ناقصه الباب يتكسر مره ثانيه بسبب قوته. وبعد ما خرج فضل الاب يشكر ربنا ان ابنه طلع مطيع كده وما بيتمردش عليه وبيحس بغلطه دايما، ومش زي باقي الشباب وشاب خلوق ومسؤول كده اللي انه مش منظم شويتين ثلاثه كده. وادرك ان الابن بقى في السن عاوز يخرج فيه لانه عاش مخبيه طول السنين دي بعيد عن الانظار، لكن دلوقتي الشرطه السحريه شافوه لازم يتصرفوا مع الحوار ده بسرعه. فجاه شاف طائر سحري كده قدام الشباك ولسه بيسال ايه ده. دخلت عليه الشرطه السحريه بقياده براد وبيساله فين ماشي اللي اخده وهرب بيه بسرعه كده. ساعتها بنشوف بطلنا قاعد بيتسلى بالحديد بتاعه لدرجه خلت السنجاب اللي جنبه ده كان هيجيله صراع من كتر الرعب. وبعد ما خلص تمرينته ده قرر يرجع للبيت وهو ماشي يترنح وبيغني للفطاير ام كريمه وفي عالم موازي نهائيا. لكن قبل ما يفتح الباب سمع صوت ناس بيتكلموا جوه مع ابوه، وبنلاقي براد بيحكي للعجوز ان السحر متطور في المدينه بالشكل ده بسبب انهم بيتخلصوا من اللي ما بيتقنوش السحر، واللي ما لهمش في السحر دول لازم يموتوا في البلد، وانه علشان متستر على واحد منهم في بيته دي جريمه برضه هيتعاقب عليها، لكن لو قال له فين الشاب ده هيخلي الرؤساء يسامحوه على التستر بتاعه. اما رينجو فكان مقرر انه مش هيقول لهم على مكانه ابدا، وافتكر نفسه وهو صغير وان كان سحره ضعيف جدا ومش متقنه لدرجه انه بقى عار لعيلته والكل تنمر عليه وتخلى عنه لانه شايفينه حاجه تخزل العيله. وقتها قرر ينتحر، ولكن قبل ما يرمي نفسه من على سطح مبنى سمع صراخ طفل، ولما شاف لقى مولود من غير علامه السحر وان اكيد اهله رموه هنا لوحده علشان السبب ده. ومن وقتها قرر ياخد الطفل ده ويربيه بعيد عن المدينه علشان ما يعرضش الطفل ده لنفس الاذى اللي كان بيتعرض له. ومن ساعتها قرر انه يبقى الاب المخلص لماش لحد اخر نفس فيه، ورفض يقول مكانه فين لبرنارد وقعد يصرخ باقصى قوه بيقول اهرب يا ماش انا ماليش غيرك. والظابط اتعصب جدا وطلب من الشرطيين اللي معاه يطلعوا يدوروا عليه لحد ما يقتل العجوز هنا، وطلع عصايته السحريه علشان يقتله، ولكن في اللحظه دي بيدخل بطلنا ماش بعد ما كسر الباب بقوته كالعاده وضرب الشرطيين ضرب مبرح جدا. رينجو قال له ليه ما هربتش وسمعت كلامي، هو قال له علشان احنا عيله واحده ومستحيل اسيبك لانك كل حاجه في حياتي. وبص لبراد كده وقال له طالما انا هنا هيبقى هوديك لجهنم علشان تعمل كده في ابويا. هو ضحك باستهزاء شديد كده وقال له يا راجل ده انت حتى ما بتعرفش تستخدم السحر تودينا جهنم ازاي يعني. الظابط التخين ده قال له ده الظابط براد واخد احسن واحد في اكاديميه السحر، يعني السحر العاديين ما يقدروش يعملوا معاه حاجه، امال انت عديم السحر هتعمل معاه ايه؟ واستهزأ بيه هو كمان. براد ابتدى يطلع عصايته وعمل التعويذه اللي قتل بيها تنين قبل كده ورماها في وش ماش، لكن بطلنا بعضلاته اللي مقويه قلبه دي بعد التعويذه بايده بمنتهى السهوله وده خلى الكل مصدوم. ولكن الظابط ما سكتش واستخدم تعويذه اكبر بكتير وهي ناتج الطاقه السحريه اللي كفيله تدمر المدينه كلها، وبرده بمنتهى السلاسه بعدها عنه. وقتها وصل براد لقمه غضب وعمل اكتر من تعويذه في نفس الوقت، ولكن بطلنا لعب بيها الكوره كده وكان بيسخر منه، وبعدها استاذن ابوه علشان ياخد عصايته السحريه. الظابط عمل احتياطات وحمى نفسه التعويذه لانه فاكر ماشي اتعلم السحر وهيطبق عليه، لكنه اتفاجئ براميو للعصايه السحريه بقوه كبيره جدا حطمت التعويذه ووقعت على الارض من الصدمه، وقال له بتعالى هدد عيلتي كده تاني وانت هتلاقي نفسك ميت المره الجايه. ريجو كان مبسوط جدا ومصدوم لان التمارين المفروض تخليه قوي علشان يدافع عن نفسه، انما اللي بيعمله ده قوه جسديه خارقه للطبيعه. اما عن براد فوقف في ذهول وعرض صفقه على ماش انه هيسيبهم في حالهم بشرط واحد، وهو انه يتقدم في اكاديميه السحر ويجيب اعلى درجات علشان يختاروه موهوب السماء، وده يخلي المجتمع كله يتقبله، بعدها يديله الثروه والمكانه اللي هياخدها من الاكاديميه، وقتها بس هيسيبهم في حالهم ومش هيبعت قوات هنا علشان ياذوهم، وغير كده هيدعمه لحد ما ياخد لقب موهوب السماء. ريجو قال لابنه ما تسمعش كلام حد كان عدونا من كام دقيقه، لكن براد قال له الاختيار ليك يا ماش، يا توافق يا تبقى طول عمرك مطارد من المدينه كلها وابوك هيموت لانك قوي وهتنجو، ولكن ابوك مش هنسيبه في حاله ابدا وهنموته. وهنا ابتدى بطلنا يوافق على الصفقه اللي عرضها على الظابط، لكن ابوه اعترض لانها مدرسه سحريه وابنه ما يعرفش حاجه عن السحر واكيد هيعاني هناك، بس ماش طمنه انه
بيعمل المستحيل علشان يعيشوا في سلام. وفي الظلام الدامس راح بطلنا لأكاديمية السحر وعاقد العزم ان طالما العالم الطبيعي مقابلوش يبقى هيجبرهم يقبلوا بقوته الساحقة اللي هيشوفوها منه. طبعا كلنا عارفين ان القوى السحرية اهم شيء في مدينة السحر، لكن القوى الجسدية يا ترى تبقى كفاية علشان تخلي المجتمع يتقبل ماش؟ ده اللي هنعرفه في ملخص النهاردة. بنعرف بقى ان أكاديمية السحر ستون اللي راح ماش دي أكاديمية تاريخية ومحترمة وقدمت ركائز كتيرة جدا ومهمة لعالم السحر، علشان كده اختبار القبول للانضمام فيها ضعيف جدا، والشخص اللي هيبقى مسؤول عن إدارة الاختبارات ده اسمه لوتشي، وده سحر متخرج من الأكاديمية بامتياز وتم اختياره كشخص مناسب جدا علشان يدير اختبار المهام ده. بنلاقي لوتشي واقف في الشباك علشان يشوف الطلبة المتقدمين لاختبار السنة دي، وبيلاقي ابن أحد العوائل الغنية جدا والنبيلة وسكرتيرة مكتب السحر، واللي شافه ده نفس اللي كان متوقعه، لأن المتقدمين كلهم بيبقوا من نخبة المجتمع وشباب طموحة زيهم، أكيد هما دول المرشحين المناسبين لأكاديمية محترمة زي استون، وكان مبسوط جدا بيهم وشايفهم هما بيلمعوا عصيانهم السحرية وبيرجعوا كتب تعويذهم، ولسه هيقول أنا بحب النوع ده من الاجتهاد والطلاب. اتصدم لما شاف بطلنا ماش قاعد يتمرن إنه يرفع الأثقال ومش فاهم هو ده بيعمل إيه دلوقتي، بيقول ده اختبار الدخول لمدرسة السحر بيرفع حديد ليه بقى، وما كانش فاهم هو بس اللي شاف العبث ده ولا حد غيره شايف ده كمان، لأن ده مش معقول يحصل في مكان زي ده أبدا، لأنها مدرسة سحرية مش مكان للمهرجين. وكل ما يبص على ماش بيلاقيه بيعمل مصيبة تانية، وشاف هو بيعمل خدعة الكرسي المتخفي وهو حاطط رجل على رجله وبيقرأ كتاب عن اللياقة، ومش بس كده لا ده كمان قاعد ياكل فطيرة الكريمة بمنتهى البرود، وقاعد يقول ازاي الطالب ده مش عارف ياخد تواجد في مكان زي ده على محمل الجد، يعني على الأقل يقعد يقرأ كتاب كده عن التعويذ مش اللياقة، هو ده وقته؟ ولقى ماش بيكلم نفسه في عالم موازي جدا، وتفكيره في ان استهلاك البروتين مع التدريب لمدة 45 دقيقة هينعش جسده جدا، وقتها لوتش قال يعني كمان قاعد يكلم نفسه يا ربي. ولما شاف رينجو ومعاه شخص تاني قال مين اللي واقفين ورا المختل اللي قاعد ياكل ده كمان، وعاملين انهم بيخفوا نفسهم بالحاجات العبيطة اللي في ايديهم دي، لا او كمان ولا متخفين ولا اي حاجة، وقال لنفسه انا اتجاهل الجهل ده واللي معاه احسن ليا، وهو اكيد كده مش هيعدي في الاختبار الاول اصلا واكيد هيفشل. بنشوف رينجو بيسأل اللي معاه انت متأكد ان اللي خططنا له ده هينجح، هو قال له عيب عليك ده انا مخطط له كل حاجة، ورسم له رسمة السحر على وشه كده زي الحقيقية بالظبط، اقعد انت بس كده واستمتع بالجولة بتاعت الاختبارات اللي هتحصل دي. اما ماش وبياكل كده بيفكر يا ترى الاختبار هيبقى عامل ازاي، وطمن نفسه انه ايا كان هيبقى ازاي هينجح برضه لانه واثق في قدراته. لوتشي ابتدى يخرج الطلاب وشكرهم على حضورهم في اكاديمية مهمة ومحترمة زي دي، وقدم نفسه ليهم وبلغهم انه هيكون المشرف في الاختبار اللي هيحصل. الطلاب اتصدموا لما عرفوا اسمه، لانهم عارفين ان الاسم ده هو اسم المرتبة السابعة لافضل السحرة السنة دي، وانه بالرغم من انه لسه شاب الا انه اتقن عدد لا يحصى من التعويذ المتقدمة، وفضلوا يتكلموا عنه عن اهميته ومكانته، وهو علشان مغرور ابتدى يقول انه خوفه واحترامهم ليه بيديله شعور حلو جدا ومستمتع بده، وقال لهم ايوه كده قدروني وفخموا فيا. اما ماش فكان منزعج من غروره ده وبيقول في سره هيصدق نفسه ويعمل علينا عظيم بقى وبتاع علشان حركتين النار والعواصف اللي عمال يعملهم دول. ولوتش المغرور قال لهم ان جه وقت الاختبار الاول وطلب منهم يقعدوا في المقاعد، والطلبه كانوا بيبصوا حواليهم عن المقاعد دي وما كانش فيه مقاعد اصلا، وفجاه شافوا المقاعد بتطلع زي النباتات ما بتنبت كده، وورق الاختبار اتوزع كمان على المقاعد دي. الطلاب كانوا مبهورين باللي حصل، وبالنسبه لهم اول مره يشوفوا سحر زي كده، وان اكيد دي مش حاجه عجيبه وانه بروفيسور في اكاديميه السحر المهمه دي لانه شخص عبقري. لكن راي ماش كان في حته تانيه خالص، ولما شاف اللي حصل ده كله تعليقه هو ليه ما جهزش كل ده قبل ما يجوا، وليه لازم يتمنظروا قدامهم بالحركتين بتوعهم دول. لوتشي كان متابع ماش وبيفتكر ان نسبه النجاح دايما في الاختبار ده هي 3% بس، فاكيد ماش المختل في منظره هيفشل في ده، وابتدى يفهم الطلاب ان قدامهم حوالي 30 دقيقه للاختبار ده، والاسئله في الورقه لاحظوا انها بتدور في كل مكان وما كانوش عارفين هيحلوها ازاي وهما مش عارفين يقراوها حتى. لوتشي شرح لهم ان الاسئله اللي في الورقه سهله جدا، علشان كده حط سحره عليها، وعلشان ينجحوا في الاختبار ده لازم يلغوا سحره من على الاسئله علشان يرتبوا الاسئله ويعرفوا يجاوبوها. رينجو كان شايف ان ابنه اكيد مش هيعرف يحل الاختبار ده لانه ما بيفهمش حاجه في السحر اساسا، لكن ماش بقوته قدر يرتب الاسئله، وابوه وصاحبه كانوا مدهوشين جدا لانه قدر يعملها. بعدها خرج بطلنا علشان يسلم ورقته، ولوتشي راهن انه اكيد المتكاسل ده كتب اي كلام عشوائي وما فهمش حاجه، وبص في الورقه واتصدم انه عرف يرتبها بوراعه شديده جدا، وابتدى ماش بطريقه او باخرى يعدي
حد من الاختبارات اللي بتتقدم له، يعني قدر يخلي الصخره الثقيله دي تطفو وقدر يجري على الميه علشان ينجح في الاختبارات. وده ضايق لوتش جدا وكان مصدوم انه ازاي لسه صامد وبيعدي من كل الاختبارات دي، وقرر انه مش هيخليه يكمل وهيتصرف ويخليه يفشل. وجي وقت الاختبار الجديد والارض اتهزت بيهم وظهرت متاهه كبيره جدا قدامهم، وقال لهم انه علشان ينجحوا في الاختبار لازم يكملوا المتاهه دي، ودي مش مجرد متاهه عاديه وانها مليانه بالفخاخ اللي مستنياهم، وقدامهم 30 دقيقه بس علشان يوصلوا للهدف، وبمجرد انتهاء الوقت من غير ما يوصلوا للهدف يبقى فشلوا. ماشي الوحيد اللي كان شايف انها متاهه سهله جدا، ويتفاجئ بطالبه بتطلب منه انها تتمشى معاه في نفس الطريق للمتاهه، ولما سالها عن السبب اقنعته ان الامر هيبقى سهل لو اتعاونوا مع بعض وهو وافق. وهم ماشيين قالت له يا ترى ايه نوع الفخاخ اللي مستنيانا، وان مجرد التفكير بس بيخليها متوتره وخايفه. وفجاه وقعت وفي ايدين مسكت رجليها وقعدت تطلب المساعده من ماش، واعتذر منها وقال لها مع السلامه انت بقى انا لازم اكمل الوقت هينتهي، وطلع يجري. لكن رمت التعويذه مسكت ايده ورجله وقيدتهم بالحديد، ولما سالها ليه عملت كده اعتذرت منه على انها خدعته كل الوقت ده، وقالت له انا عندي سبب شخصي يخليني امنعك من الوصول للهدف ده، وعلشان كده لازم اوقفك هنا. وهو قال لها انت خدعتيني وحاول يفك اللي في ايده، وهي قالت له ما تحاولش تفكهم علشان ما فيش اي بشري يقدر يفك الاغلال دي. لكن على مين يا ماما، ماش ده ياكل الزلط يا باشا، وكسرهم بمنتهى السهوله بقوته المهوله تحت صدمه البنت، وهي مش فاهمه ايه الحيوان اللي كسر الاغلال السحريه دي بسهوله. وبعد ما فكهم قال لها انا اسف انا عندي اسباب الشخصيه برضه، وسابها وطلع يجري علشان يلحق ينتهي من المتاهه، وهي واقفه مصدومه حرفيا. بعدها افتكرت انها لازم توقفه وتمنعه من انه يوصل للهدف برضه، لكن ظهر قدامها تمثال ابو الهول وبيسالها اربع اقدام في الصباح وقدمين الظهر وثلاث اقدام بالليل يبقى انا امين، وهي قالت له طالما مش عارف الاجابه يبقى استخدم سحري طالما هو مجرد اختبار. لكن لما سمعته بيزعق وبيقول لها جاوبيني على لغزي قعدت في الارض وكانت مرعوبه وحاولت تفكر في الاجابه، لكن انتهى الوقت. وجه دور العقاب بتاعها منه وقعدت تصرخ علشان حد يلحقها، ولكن افتكرت انها حاولت تخدع غيرها بسبب انانيتها يبقى اكيد ده عقابها في الدنيا واستسلمت. لكن ماش ظهر وضرب التمثال بقوته المهوله وقعه على الارض، وهي سالته ليه رجعت تاني علشاني، قال لها اعتقد ان سببك الشخصي ممكن يكون هو نفس سبب الشخصي وحسيت بشعور سيء عشانك، قالت له بس احنا كده مش هنعرف نوصل في الوقت المناسب. رد عليها وقال لها ما فكرتيش ازاي انا رجعت لك بالسرعه دي، وهي ما كانتش فاهمه هو قصده ايه. بنشوف ان لوتشي كان قاعد مبسوط ان الوقت قرب ينتهي، وماش ما قدرش يعدي المتاهه وقعد يضحك انه اكيد بسبب ابو الهول والفخاخ اللي سايبها لهم. لكن اتفاجئ بصوت عالي جدا والمفاجاه الاكبر لما شافه بيكسر حيطان المتاهه وبيعدي منها بسهوله كانت هتجننه، ومدير الاكاديميه كان بيتفرج وشايف متعه بتحصل قدامه وانبسط جدا. وابتدت الطلاب تعترض على انه عدى المتاهه من خلال سيره في خط مستقيم وانه حطم جدرانها، وعمل مظاهرات بيطالبوا فيها انه يرجع بيته ويخرج من الاكاديميه دي لان ده ظلم وما ينفعش يسكتوا على الهمجيه اللي عملها دي. وقتها البنت صرخت وقالت لهم يوقفوا اللي بيعملوه ده لان ماش مش هو الغلطان هنا، وعندها اعتراف عاوزه تقوله. ولوتشي اتعصب وحذرها تتكلم والا هتندم، لكنها كملت كلامها وهي موطيه راسها علشان حاسه بالخجل، وبتقول لهم ان الحقيقه انه طلب منها تمنع ماش من انه يوصل للهدف، واللي طلب منها ده هو لوتشي، وانها عملت ده علشان عيلتها فقيره علشان كده كانت فاقده الامل من انها تتقبل في الاكاديميه. ولوتشي قال لها انها تنجح وتنضم لما تمنع ماش من انه يوصل للهدف، علشان كده عملت كل ده. وقالت لهم الصراحه بقى ماش ما انقذنيش بس لا، ده وعدني انه هيتجوزني كمان. ماش اتصدم من البلاوي اللي تتحدف عليه ده وقال لها بس انا ما وعدتكيش بحاجه زي كده. قالت له مش انت قلت لي تقدري تسندي عليا علشان ما تقعش؟ قال لها يا بنتي انا قصدت المساعده مش اكتر، وهي قالت له اكيد بتقول كده من كسوفك بس انا عارفه، ولبست صاحبنا مصيبه في الاخر. لوتشي قطع كلامه ومعترف انه فعلا دبر مكايده علشان يتخلص من ماش، وشايف انه مشرف الاختبار يعني هو حر يختار اللي هو عاوزه. وبص لماش والبنت وقال لهم انتوا شكلكم فقراء والاكاديميه دي بتاعت ناس محترمه ونخبه المجتمع مش بتاعت ناس صعاليك وفقراء. وبص للبنت وقال لها من لحظه شفت لبسك القديم عرفت انك فقيره وان وجودك هنا من باب الشفقه عليك بس، وفكرت اني اعرف استفاد منك، لكن شفتي ازاي رديت الجميل عليا وانك لو ورث الغباء ده من اهلك فطبيعي يطلعوا عيله فقيره، واعلن انه واثق جدا في قراره علشان كده هيسقط الاثنين دول ويمشوا من الاكاديميه. وقال لهم تمشوا بهدوء والا عاوزين تعرضوا وتنالوا عقابكم، وطلع العصايه السحريه بتاعته. لكن برد فعل سريع كده ماش كسروا العصايه بتاعته وقال له مفيش داعي للتهديد. الكل اتصدم من حركاته وتاكدوا ان ماش ده مصيبه سوداء ومش هيعدي من فعلته دي بالسهل. لوتشي اتعصب جدا ولسه بيزعق، لكن وقف زي
زعيقه المدير، وهو بيطلب من الكل الهدوء وبيبلغهم ان جاي وقت المقابلة الاخيرة في الاختبار، وانه من دلوقتي هو اللي هيكون المسؤول عن الاختبار بعد كده. لوتشي قال له بنفسك يا مدير، قام باصص له بصة مرعبة كده وقال له انت تجيلي على مكتبي بعد الاختبار، واعلن ان اول مقابلة هتبقى مع ماش ودي المقابلة الاخيرة في الاختبار بتاعه. وسأل بطلنا ليه اخترت الاكاديمية دي بالذات، وهو سكت لحظات كده وجاوب علشان اعيش في سلام مع عيلتي، وابتدوا يعترضوا على اجابته وان دي مش اجابة تتقال، لكن المدير قال ان الاجابة دي كفاية وانتقل للسؤال التاني وقال له انا سمعت انك وقفت علشان تنقذ بنت بالرغم من ان الوقت كان بيضيع منك، هل ده صحيح؟ بطلنا جاوبه انه فعلا عمل كده، وهو سأله ليه عملت كده مع انك كنت ممكن تفشل في الاختبار بسبب تعطيلك وانت بتنقذها، وهو جاوبه قال له اعتقد ان لو ما عملتش كده كنت هبقى ندمان بعدين. المدير قال له معنى ده انك شخص بتتصرف قبل ما تفكر، وسأله انت اخدت في عين الاعتبار انك ممكن ما تقدرش تهزم ابو الهول او تحطم الجدران؟ قال له حتى لو ما قدرتش كنت هفضل احاول ان اعمل ده. والمدير وقتها ضحك وشاف ان اجابة الشاب ده ممتعة بالنسبة له، وقال له انت كلامك عجبني لكن انت لسه مش فاهم نهج العالم ده، لان في مخلوقات كتير في العالم اقوى منك، ولما تلاقي نفسك يئست لانك فشلت في مواجهتهم لان قوتهم اكبر منك، هل هتعيد نفس اللي عملته مرة تانية؟ وسأله كنت هتعمل ايه لو واجهت شخص قوي زي؟ وابتدى يرمي تعويذه وكان في دمية وسكينة قريب منها، وقال له ان الدمية دي جواها روح اكتر حد انت بتحبه، وشرح له انها تعويذة قديمة ومفيش حد في البلد يقدر يعملها. وبنشوف المدير بيقول له ان السكينة لو غزاها في الدمية دي الروح اللي جواها مش هترجع لصاحبها مرة تانية. وطبعا عايز المشاهد دي كلها كلام تخريف ومالناش دعوة بيها علشان احنا عالم مؤمنة بالله وبقدره. وبنرجع للمدير اللي بيفهمه انه هيغز السكينة ببطء في العروسة وهو مفروض يحاول يوقفه، وسأله هيتصرف ازاي. وقتها ماش جري وحط ايده علشان السكينة تنزل على ايده هو قبل الدمية، وايده اتعورت جدا لكن فضل صامد تحت صدمة المدير واللي معاه. وبطلنا بيقول له انا مش متأكد انك هتفضل حاطط السكينة دي لمدة طويلة، لكن اللي متأكد منه اني هفضل اصمد اكتر من كده. وقتها المدير انبهر وقال له ان القوة ممكن تستخدم اما للأذية او المساعدة، وده بيتوقف على صاحبها. وشرح لماش ان واحد من مبادئ الاكاديمية دي هي رعاية مواهب الصحراء من الدرجة الاولى علشان ينموا قوة داخلية ليهم، وقال له علشان كده انا حابب اكد على مبدأ معين وهو احمي الضعيف وخلي القوي ينضبط، واديني شفت منك النبل وانت عندك المبدأ ده جواك. واعتذر منه وقال له ما كنش عندي نية اني اذيك وكل ده كان مجرد اختبار، وسأله لو في حاجة عاوز يقولها. ماش قال له انت سألتني من شوية هعمل ايه لو واجهتك بقوتك الكبيرة دي، واجابتي هي اني هفضل اضرب فيك بقبضتي القوية جدا. الكل صعق حرفيا من الجواب، وشافوا ان قد ايه ماشا وقح علشان يقول حاجة زي كده للمدير، لكن المدير كان مبسوط جدا باجابته وشجعته وقال له اهلا بيك في اكاديمية ايدسون للسحر. وبكده اتقبل بطلنا في الاكاديمية وحط اولى خطواته في عالم السحر. زي ما شفنا بطلنا ماشي اتقبل في اكاديمية السحر، جه الوقت بقى اللي نشوف فيه اليوم الاول ليه في الاكاديمية. بنشوف بقى في قاعة التعليم بتدخل معلمة السحر وبتقول لهم النهارده هعلمكم واحدة من ابسط التعويذ المهمة، وهي تعويذة فتح الاقفال. ابتدت تنفذ تعويذتها والقفل اتفتح بعد ما شرحت لهم انهم لازم يتخيلوا انهم بيفتحوا القفل وهم بيشبعوه بالطاقة السحرية. بعدها طلبت من الطلاب يعملوا التعويذة دي. بنشوفهم بقى وهم بيرموا التعويذة على القفل، الا بطلنا ماش كسر القفل من كتر ما فتحه بقوته وراح قال لها انه فتحه. وهي اول ما شافت القفل مكسور كده اتصدمت وزعقت له وقالت له ان المكان اللي هو واقف فيه ده هي اكاديمية السحر، مش مكان لكسر الاقفال بفرد العضلات. رد عليها ماش وقال لها انا عارف ده، بس انا مش كويس في السحر والتعويذ. قالت له طالما انت مش كويس فيه ايه جابك هنا يا عم؟ هو قال لها عندك حق، دي حاجة تقلق جدا، وكانت متعصبة من بروده. في الوقت ده بقى كان في طالب اسمه فين وبيتابع اللي بيحصل ومستغرب من ماش جدا، وشايف انه تلميذ ميؤوس منه ومفهوش فايدة ومش هيعرف يقدم حاجة في السحر اطلاقا، ويتمنى انه ما يطلعش حظ وحش ويلاقيه زميله في السكن معاه لانه شخص باين انه فاشل وهو مش عاوز نوع زي ده معاه. فين عرف ان اوضته رقم 302، هو راح يشوفها ويسأل يا ترى مين هيبقى معاه في الاوضة دي. اكتشف ان باب الاوضة مخلوع وما كانش فاهم ايه اللي حصل، لكنه اتصدم لما شاف ماش طالع له بالباب وفهم ان ده هو زميله في الاوضة وما كانش حابب ده، ولكن ما وضحش مشاعره دي لماش وعرفه بنفسه. رد عليه ماش بتعريفه لنفسه وفهمه ان كل اللي حواليه ده هو شيء جديد بالنسبة له، ولكن هيحاول ما يسببش اي مشاكل. فين ابتدى يحس ان ماش شكله انسان طبيعي ومش غريب ولا حاجة زي ما كان معتقد، لكنه اتصدم لما شاف ماش بمنتهى السرعة قلع لبسه وابتدى يعرفه على اسم عضلاته لانه مسمي كل عضلة باسمه ولا كأنهم عياله. بعدها فين قال له لو عندك اي سؤال ما تترددش واسألني على طول. فهموا انهم بيقسموهم لازواج من الطلاب، يعني كل اتنين في اوضة والاتنين
الاتنين دول واحد فيهم من الطلاب المنتقلين وواحد من الطلاب الاصليين، علشان كده شيء تقليدي انهم يساعدوا بعض. في الوقت ده فين كان بيفكر في سره انه يحاول يكون طيب معاه وما يقربش منه علشان حياته الدراسيه تعدي على خير، وكان مرعوب من ماش جدا اللي شايفه انه خارق للطبيعه ومش طبيعي. بنشوف ماش بيساله ازاي ممكن احصل على اعلى درجات السحر وابقى موهوب السماء للاكاديميه دي، فين اول ما سمع السؤال اتصدم وقال له انت هنا علشان ده. بعدها شرح له انه لازم يجمع العملات الذهبيه وانهم في الاكاديميه بيقيموهم على كل حاجه زي الاختبارات ونشاط المنهج الاضافي كمان، ونتائج التقييمات دي بتكون بالعملات الذهبيه والفضيه والبرونزيه. وبعد الثلاث فصول الدراسيه اي شخص معاه اكتر من ثلاث عملات ذهبيه بيحق له انه يترشح للقب موهوب السماء للسنه دي، لكن اللي مش بيحافظ على درجاته بيتفصل من الاكاديميه ايا كان معاه من العملات الذهبيه كام. اما ماش فحس ان الموضوع كبر منه ومش بالسهوله اللي معتقدها، فين قال له الكل متوتر هنا بسبب كده وانا كمان عاوز اوصل للقمه ومتوتر. ماش ابتدى يشكر فين على توضيحاته دي، وهنا انتهت محادثتهم. تاني يوم المعلمه دخلت وقالت لهم ان درس النهارده ازاي يركبوا المكنسه، وشرحت لهم انهم لازم يمرروا الطاقه السحريه لجوه المكنسه ويستخدموا الامر تيري بعدين يركبوها وبعد كده يتحكموا في السحر علشان تفضل طايفه. الطلاب ابتدوا ينفذوا سحرهم على المكنسه علشان يطيروا هم راكبينها، وماش كان بيفكر هيعمل ايه في ده وهو كله يقين انه هيعمل المستحيل علشان ينجح ويرجع للحياه المثاليه مع ابوه ومحدش يأذيه. في اللحظه دي بقى بنشوف تلميذ رخم جه يرخم على ماش شويه وقال له انت مش واخد بالك ان دي حصه تطبيقات ولا ايه يا معلم، وبدل ما تعطلنا كده استسلم وخلاص، عرفنا انك مش هتعرف تعمل التعويذه. ويتفاجئ بالمكنسه بتترفع بسرعه لحظيه في ايد ماش وقال له انت مخادع، المكنسه طارت من قبل ما انت ما تأمرها. بعدها جه توقيت اختبار العقبات الزمنيه، والطالب الرخم ده كان مبسوط بالتوقيت الممتاز ده وعرض على بطلنا سباق صغير بينهم وقال له ان الخسران هيفضل يطيع الفايز لحد التخرج. ماش وافق على السباق ده، والطالب كان مبسوط ظنا منه انه افضل بمرحله كبيره جدا في سحر المكنسه لانه متعلمها وهو في المرحله المتوسطه. المعلمه جت تشهد السباق لان ده من ضمن الاختبارات، وكانت بتتساءل يا ترى ماش غريب الاطوار ده بالنسبه له المكنسه هيقدر يخليها تطير ولا ايه، وطلبت منهم يبداوا السباق. وفي لمح البصر حرفيا من قبل ما خصمه يستعد حتى، ماش رمى المكنسه بقوته وخلاها تطير وركب عليها تحت ذهول الكل، والمعلمه بتصرخ وبتقول رقم قياسي عالمي تم تحقيق. فين كان واقف مذهول ايه الطالب الغريب اللي معاه ده وايه قوته المرعبه دي. والطالب التاني قال له انت بتسخر مني، ايه اللي انت عملته ده. رد عليهم ماش وقال له ليه مش قادرين تتقبلوا الواقع لانكم صعبانين عليا. والطالب الخصم كان متنرفز جدا وعاوز يزعق لماش باي طريقه، لحد ما دخل الطالب كفيل واعتذر من بطلنا على معامله زميله ليه بطريقه مش كويسه. في الوقت ده الطلبه اتفاجئوا ان كفيل بيكلم ماش وفهموا انه بكده بدا موسم الصيد، وقرروا انهم لازم يبقوا بره اللي هيحصل، وكانوا عارفين ان ماش اول خروف هيتذبح. اما كفيل فبنشوفه بيقول لماش انا لازم اعترف انك لفتت انتباهي، ليه ما نبقاش صحاب وعرفه باسمه. بطلنا استعجب تصرفه وعم الصمت المكان لحد ما المعلمه وسس وسالتهم بيعملوا ايه هنا. وقتها كفيل بص لماش وقال له الوقت جري بسرعه مننا، انت ظريف وانا حبيتك، خلينا نتكلم اكتر بعد المدرسه ونتقابل هنا في نفس المكان، وسابه ومشي تحت استغراب بطلنا جدا. بنشوف كفيل بيضرب صاحبه اللي اتهزم من ماش وبيقول له ليه رحت وخسرت كده وكان شكلك مثير للشفقه وانت جنبه، ومش عارف حتى تنفذ اوامر بسيطه وكنت قدامه مجرد خاسر وسخر منه جدا، وكان مبسوط انه اخيرا لقى لعبه يتسلى بيها. ومن جانب اخر بنشوف ماش بيسال فين مين الشخص اللي كلمني ده، هو فهمه انه كفيل طالب مستمر جه من قسم المدرسه المتوسطه زيه. بطلنا ساله طب ليه الكل بيخاف منه هنا، رد عليه وقال له لانه ابن احد الشخصيات المهمه من مجلس السحر، وفهمه انه نفوذ مجلس السحر مطلق في العالم ده، يعني اي حد هيعترض طريقهم هيتفصل نهائيا. وقال له انا شفت كتير واحنا في المدرسه المتوسطه انه على علاقه حلوه بنائب مدير الاكاديميه دي، وحذره يقرب منه علشان ما يترفدش من الاكاديميه، وعلشان الاسباب دي فالكل بيخاف منه. اما بعد المدرسه بطلنا ماش في عالم موازي ومش خايف من اي حد، واقف يطبخ الفطاير اللي بيحبها، وبعد ما طلعها من الفرن فضل ياكلها وكان بيتمنى ان ابوه يكون معاه ويدوق جمالها، وافتكر انه لازم ما يستسلمش في الاكاديميه دي ويبقى الطالب الاول ليهم لانه مش عاوز يفضل هربان مع ابوه طول حياته. وتاني يوم وهو رايح قاعه الاكاديميه كان بيطلع كتاب عن الجراحات السحريه لكنه اكتشف انه مقطوع حته حته، وكفيل دخل القاعه وسلم عليه وقال له انا استنيتك طول اليوم امبارح لكن ما جيتش ليه. ماش بص له ببرود وقال له اسف كنت بخبز فطار الكريمه اللذيذه، وهو قال له انا سمعت انك عاوز تبقى موهوب السماء وزي ما انت عارف انا عندي اتصالات مع نائب المدير ولو عملت اللي هقول لك عليه همدح فيك قدامه. ماش قال له هبقى اعمل كده. بعدها ساله ليه بيعمل كل ده علشانه، رد عليه وقال له انا حاسس انك شخص كويس وانا بحب المساعده وطبعا ابقى شخص مريب لو ساعدتك من غير مقابل، علشان كده شيل حاجاتنا دي
ومسح لي رجلي وابتدت الطلبات تتوالى على ماشي وبكل اسف نفذ كل كلامه. بطلنا بيطلع كتابه للمرة التانية وبيلاقي كتاب تاني متقطع وطلب من فين انه يتشارك معاه في كتابه علشان بتاعه مقطوع، لكن رفض واعتذر منه وطلب منه يسأل حد غيره، لكن مش قعد جنبه وقال له شكرا الصديق وقت الضيق فعلا. وفين كان مستغرب انه قعد لانه رفض قعد ليه. بنشوف ماش كان بيخبز فطيره الحلوة علشان يديها الفين لانه اداله مكنسته امبارح يستعملها، وبيقول له انه مبسوط انه شخص عظيم زيه صاحبه شخصيا وكان مبسوط بصداقتهم دي جدا، لكن فين بيكون ضميره مأنبه ومتضايق لانه ما بيعملوش كصديق، بالعكس بيخونه وهو مش عارف ليه. اما بطلنا ماشي الطيب قال له انت دايما متعاملني بشكل كويس وانا مدين لك بكل ده. ولما خلصت الدروس في القاعه الكل اتجه علشان يروح، وبنلاقي كفيل بيكب العصير على الارض وبيقول لماشي نظفه، وبيكون بيضحك وبيسخر منه انه ينفذ كل طلباته. بنشوف كفيل بيضحك وبيقول لصاحبه انا مش قادر اصدق انه بيعمل كل اللي بطلبه منه، وبيقول لهم انه هيحرق لبسه قريب علشان يستمتعوا اكتر. وامر فين ان هو اللي يحرق لبس ماش علشان يخليه ينسحب من الاكاديميه ويمشي. فين كان متضايق اصلا علشان صعبان عليه اللي بيحصل، ويتشجع ورد عليه وقال له انه مش هيقدر يعمل حاجه شكل كده. وكفيل ضحك وقال له معلش مش سامعك كويس، قلت ايه سمعني كده تاني. رد عليه وقال له قلت لك مش هعمل حاجه من اللي انت بتقوله ده. كفيل ضربه وقعه على الارض وطلب منه يركع طالب المغفره والرحمه علشان الكلمتين اللي قالهم دول. اما ماش فكان بيسال يا ترى فين راح فين، وكان عاوز يرجع له الكتاب بتاعه علشان نسيه. فجاه سمع صوت عالي جدا وراح يشوف فيه ايه، وشاف فين واقع على الارض ودماغه بتنزف دم. ماش وقتها سال كفيل ايه اللي انت عملته ده، رد عليه بمنتهى البرود باخد اعذار منه لانه تعدى حدوده معايا. ماش جير على صاحبه علشان يطمن عليه وقال له انت بتنزف، وكان قلقان عليه جدا. وفين قال له ده مش مهم دلوقتي، وانا عاوز اعترف لك ان انا اللي قطعت كتبك. وكان ادمانه بيعيطه ويقول له انا كنت خايف من اني اعرضك، لكن انت طلعت شخص طيب واعتبرتني صاحبك، وانا عملت فيك حاجات فظيعه كده وعايز اعتذر منك، واستمر في البكاء وهو بيعتذر. كفيل ضحك وقال له لو كنت اعتذرت مني بنفس الطريقه دي ما كانش الامور وصلت لكده. وبص لماش وقال له انه على وشك انه يتعشى مع نائب المدير، وعرض عليه ينضم معاهم للعشاء، وقال له سيب التابع القذر الصغير ده ويروح للمكان اللي شبهه، وبما انك متلهف انك تقابل نائب المدير فما ينفعش تصاحب واحد قذر زي ده والا مش هيبقى قدامك فرصه حلوه. وقبل ما يكمل كلامه اتفاجئ بماش ماسكه من الشعرتين اللي فرحان بيهم دول وخبط دماغه في الارض بقوه خليته ينزف بهستيريا، وقال له انت لازم تعتذر من فين. الكل اتصدم لان اللي اتضرب ده اكتر واحد في الاكاديميه بيتخاف منه. وفين المذهول بيقول لماش ان تصرفه ده هيخليه يتفصل من الاكاديميه، رد عليه ماشي وقال له اتفصل، وحس انه ارتكب شيء كبير جدا. لحد ما دخل نائب المدير فرمان وابتدى يزعق له ويهزه وقال له والد الفتى اللي انت ضربته ده ائتمني على ابنه وانا شاهد على اللي حصل. ولسه ماش هيقول له انه طالما شاهد يعني شافه وهو بيضربه. فين قطعه وقال له اللي انت عملته ده اعتداء على طالب بشكل عنيف جدا، وطلب هو فين التحقيق في الحادثه دي علشان هم من طبقه عائليه مختلفه. واتكلم بشكل مستفز كده وقال لهم الاغنياء دول لازم يتعاملوا بطريقه خاصه، ولو مش فاهمين يعني ايه طريقه خاصه خلينا اشرح لكم يا شويه اغبياء. وقبل ما يتكلم ماشي اداله واحده برجله طيرت وشه، والطلبه كانوا هيتجننوا لان الموضوع مش معقول يوصل لان نائب المدير يتضرب كمان. فرمان اتعصب وقال له انت قاتل متسلسل، ازاي تجرؤ انك تضربني انا كمان، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ وطلع عصايته السحريه وقال له اقدر اطردك بره بعصايتي دلوقتي، لكن بطلنا بصق على وشه وشاله ودفنه في الارض وساب راسه تحت صراخ فرمان، وبيقول له انت مفكر انك هتفلب بعد فعلتك دي وانا قادر اعمل. وما بيلحقش يكمل كلمته ماش كمل كلامه وقال له سمعت قبل كده انك تقدر تطردني زي ما انا قادر ادفنك هنا دلوقتي، وابتدى يدفنه بالكامل. وتاني يوم اتعرض ماش على المدير اللي قابله قبل كده وبيقول له طبعا انت عارف انت هنا ليه دلوقتي. ماش قال له علشان خبزت فطار الكريمه في مطبخ السكن الطلابي من غير اذن. رد على المدير قال له لا طبعا انت ضربت كفيل ضرب مبرح ودفنت نائب المدير، وافعالك دي جذبت انتباه مجلس السحر، ووراه بلغ من مجلس السحر بيطلب طرده حالا ودلوقتي. وشرح له ان مجلس السحر في البلد دي هو الاعلى سلطه شرعيه، ومش مبالغه اننا نقول ان المجلس بيتحكم كمان في البلد، وفي مركز منظمتهم موجود موهوبين السماء، والاكاديميه دي بتؤهل افراد للمنصب ده في المجلس، علشان كده هو ده دور الاكاديميه بالتحديد. وقال له اظن انك عارف ان كفيل ابن احد اعضاء المجلس السحري، او بمعنى اصح انت اقترفت خطا مش ممكن يتغفر ابدا. لكن المفاجاه بقى ان المدير حرق البلاغ وقال له اللي ما يغفرش اكتر هو العالم اللي احنا فيه ده، وشرح له انه كان مهتم بالاوضاع الحاليه للعالم ده علشان استلم المنصب ده من سنين، لكن القوه والسلطه محتكره في ايد الانانيين. وقال له للاسف ما عندناش غير الكل من امثالك علشان يخاطروا بحياتهم. وفهموا ان موهوبين السماء عندهم قاعده وهي انهم ياخدوا بعين الاعتبار المر
مرغوب فيه، وقالوا علشان كده من كل قلبي بتمنى ان في يوم شخص زيك يبقى موهوب السماء. رد عليه ماش بغرور وقال له من حسن حظك ان ده هو هدفي اصلا. ضحك المدير وقال له هي دي روح الشاب الحلوه، وطلب منه يسمعه مفروض يعمل ايه علشان يحقق ده. وفضل ساعات متواصله يحكي له عن العملات الذهبيه اللي لازم يجمعها وكل التفاصيل دي، لكن اتفاجئ بان ماش ساكت ونام وهو واقف وصحاه. بطلنا اعتذر وقال له معلش بقى يا عم الحاج اني نمت شويه من قصيده الشعر الطويله اللي قاعد تشرحها بقالك ساعتين دي. رد عليه المدير وقال له خلاص خليني الخص لك كل ده، انت تحاول تجيب درجات عاليه في حصصك والنشاطات المدرسيه واجمع اكبر قدر من العملات الذهبيه، وانا ههتم بامر مجلس السحر ونائب المدير. وساله فاهم كل اللي قاله ده ولا لا، لانه معتمد عليه ومتوقع منه النجاح. وقبل ما يخرج من المكان المدير قال له بخصوص ده في مشكله ثانيه هتواجهك عاجلا ام اجلا، لكن انا واثق فيك انك هتقدر تتخطى اي عقبه. وبنشوف ان بسبب ضرب ماش لكفيل سيء السمعه ونائب المدير كل الطلبه اللي في الاكاديميه ابتدوا يحترموه. وهو ماشي في مره مع فين طلع قدامه لاعب مشهور في الاكاديميه اسمه توم، بيطلب منه انه يشارك في منافسه دويل علشان يشعلوا الحماس السنه دي في المنافسه. طبعا البنات اول ما شافوا توم كانوا مبسوطين وبيهتفوا باسمه لانه افضل لاعب في منافسه دويل، وكانوا مستغربين ليه لاعب مشهور زيه بيكلم الواد اللي دماغه شبه الفطير دي. اما ماش ما كانش باله غير يعني ايه دويلو دي. توم شرح له ان دي كره من فوق المكنسه ودي اشهر رياضه سحريه في عالم السحر. بطلنا بص له بعجز كده وقال له انا ما بعرفش اطير المكنسه. ضحك توم وقال له كفايه تواضع بقى يا راجل، كلنا شفناك كنت جامد ازاي في الحصه، وبلغه ان المباراه بكره وهيستناه. وتاني يوم في وقت المباراه توم قال لماش انه سمع انه حطم الرقم القياسي في الطيران على المكنسه وكان معتمد عليه في انهم يفوزوا في المباراه، وبطلنا كان متضايق لانه ما بيعرفش يستخدم المكنسه اصلا. بدات المباراه والفايز فيها ياخد عمله فضيه جائزه، الكل طلع على مكنسته الا ماش كان لسه واقف، والجمهور اتضايق انه ما بيتحركش ورموا عليه الزباله، اما هو فكان مش عارف يطير وكان عايز يمشي، لكن اتخيل صوت ابوه وهو بيقول له لو مشي مش هياخد العمله الفضيه وهيفضلوا مطاردين من الشرطه السحريه ومش هيعيش الحياه المسالمه اللي هم عاوزينها، ولازم يعمل اقصى جهوده علشان يبقى موهوب السماء، والمفروض ان في فرقتين يتنافسوا انهم يسددوا الكوره وهم راكبين المكنسه، وطبعا بطلنا مالوش في السحر علشان يطير بالمكنسه، ولكن اماله في انه يعيش حياه مسالمه مع ابوه اضطر انه يجاهد علشان ياخد جايزه الفوز وهي العمله الفضيه. بطلنا كان منضم لفريق ادلر مع توم، وبما ان الخصم هو فريق لينج كان مكتسح بالفوز طبعا، وشفنا الجمهور عامل ماشي ازاي بطريقه سخيفه، ولما توم لاحظ انه ما بيتحركش واقف يتفرج وهم خسرانين راح له وقال له مش احنا وعدنا بعض اننا نكون رقم واحد ونفوز في المباراه دي؟ رد عليه وقال له ما وعدتكش اصلا. قال له طب انت متحمس علشان فريق يفوز؟ ماش قال له لا برضه. وبحماس توم الهستيري قال له يا جدع افتكر ان احنا خرزان مش مجرد بشر عاديين. قال له ايه خرزان دي؟ فهموا ان الخرزان دي كائنات قويه بتتاقلم مع اي وضع وتقدر تنجو من اي مناخ. وقال له انت بقى مفتقد الشيء ده ولازم تبقى خرزان علشان تفوز في المباراه دي. طبعا ماش كان مستغربه جدا ومفكره واحد شارب مخدرات لحد ما دماغه اتلحست علشان يتكلم بالطريقه الغريبه دي. بعدين توم افتكر انه ما حكاش القواعد لماش اصلا، وقال له بص يا سيدي القواعد بسيطه جدا، احنا بنتقابل علشان نستحوذ على الكوره، وبمجرد ما تدخل من الحلقه هتحصل على 10 نقط، والسحر ممنوع والامر كله معتمد على طريقه استخدام المكنسه بتاعتك وبس. وفكر انه كل ما يملك في المباراه دي ولازم يفوزوا، علشان كده ده هيلعب معاه في مباراه مهمه زي دي. وبعد جرعه الحماس دي ركب مكنسته وقال له انه هيرجع مكانه بيتمنى انه ينضم يلعب معاهم بدل ما هو واقف كده. وقبل ما يتحرك بمكنسته خبط فيه لاعب من الفريق الخصم بقوه ووقعه على الارض، واستخف بيه وقال له معلش ما كنتش اقصد اوقعك وجات من غير قصدي. ماش راح يطمن على توم، اما توم فكان متضايق من اللي حصل وقال لخصمه ليه عملت كده؟ ما عندكش اي روح رياضيه؟ هو رد عليه وقال له روح رياضيه ايه اللي تكون عندي؟ ده ايه الكلام الفارغ ده؟ اهم حاجه هي الفوز. وضحك باستهزاء وقال لهم نملكوا شويه شويه ضعفاء، وسابهم ومشي بمكنسته. توم حس بحسره شديده وقال لماش انه حاسس قد ايه هو مثير للشفقه ومفيش وقت كتير علشان يضيعوه، ده غير ان الفريق الخصم منتصر عليهم بفارق كبير، وفهم انه عاوز يعرف حاجه واحده بس، ان الفوز مش مهم قد ما مهم انهم يبذلوا كسارى جهدهم لاخر لحظه. في اللحظات دي الفريق الخصم سجل نقطه جديده وما زالوا مستمرين في التسديد من تاني، واللاعب المستفز ده فضل يضحك ويستهزئ بابطالنا اكتر، واللي حصل ده اثار غضب ماش ونط لفوق باقصى سرعته وركب على المكنسه وبيركل برجله بسرعه علشان ما يقعش، والتلاميذ في الجمهور مذهولين من اللي هم بيشوفوه، اما هو فكل اللي كان بيدور في باله هو ان جه الوقت اللي يدوق الفريق الخصم طعم الهزيمه، وطلب من لاعب في الفريق ان يديله الكوره ويحاول يرميها مسافه بعيده جدا عن الحلقه اللي المفروض يسدد فيها، والجمهور
تيمور كان شايفه بيهزر لان مستحيل يعرف يسددها من مسافه كبيره كده، واللاعب الخصم لسه هيستهزأ بقدرات ماش ويضحك يتفاجئ بانه سجل الهدف. واستمر ماش في تسديد النقاط بقوه غير طبيعيه برميه ايده للكره، والفيزياء لو كانت ست كانت زمانها انهارت من السويت على الزاويه الغير طبيعيه اللي بيسدد منها الاهداف بطريقه غير واقعيه بالمره. وانتهت المباراه بنتيجه 9-6 ويفوز فريق ادلر اللي بيلعب فيه بطلنا ماش، والجمهور فضل يهتف ومبسوط انهم ندمانين انهم يستهزأوا بقدرات ماش وانهم رموا عليه الزباله وهو خارق للعاده وفوز الفريق في الوقت القياسي جدا ده. وبكده حصل ماش على عملته الفضيه الاولى وشكلها ما كانش شبه اي عمله، فين راح يهني ماش على عملته الفضيه الاولى وفوزه في المباراه، وهو قال له انه مش هيكرر ده تاني اصلا ولا عاوز يشارك بعد كده. وهو ماشي وقفه توم اللي جاي يبكي من الفرحه وحضن وشكر على الفوز اللي كان بسببه ده. بطلنا كان مستغرب اصلا ايه المشاعر الفياضه اللي عنده دي، ومش نوعه المفضل للتصرفات الغريبه دي. وبعد ايام انتشرت الاخبار ان في طالب في مباراته الاولى كان رجل المباراه وفوز فريقه، وكان في شخص مجهول قاعد يقرا الاخبار دي وعرف ان ماش ده هو نفس الشخص المجهول اللي كان في امتحان القبول اللي فات، وقال كلام مجهول كده هو انهم خاطروا بالخساره قصاد غريب الاطوار ده قد ايه انتوا ساذجين جدا. يا ترى قصده ايه؟ خلينا نشوف. ماش وهو في الفصل كان مصدع من كتر كلام توم عن وصولهم للقمه وانهم لازم يتمرنوا، ده غير البنت اللي بقت مهتمه بيه وجايبه له كتب يذاكر منها معاها وما كانش عارف يفلسع منها ازاي. واول ما شاف صاحبه فين قال له ابوس ايدك انقذني من الدوشه دي وخلينا نهرب. في اللحظه دي دخل عليه الشخص المجهول اللي بيدعى بلانس وبيطلب منه ان ينضم ليهم. توم لما شاف انه على وشه علامتين من السحر استغرب جدا، وخصوصا انه ما شافوش قبل كده، والبنت دي كانت عارفه ان ده الشخص اللي احتل المركز الاول في امتحانات الدخول، وكانت شايفه قد ايه هو امور جدا وجميل من قرب، وقالت لنفسها لا فوقي انت قلبك متعلقه بحد دلوقتي، وطبعا كلنا عارفين ان الحد ده هو ماش. اما ماش فبص للضيف الجديد وقال له انت مش محظوظ علشان تحب تنضم لينا لان مفيش اي مراح هنا. لانس قال له حس كده بقى، خلينا نشوف حاجه تخلينا نستمتع ونمزح دلوقتي، وطلع ازازه وقال لهم ان دي ازازه سحريه مميزه من الزمن القديم، ولما فتحها حبس فيها اصحاب ماش الثلاثه، وقال زي ما انتم شايفين الازازه دي عندها القدره انها تحتجز الناس جواها، ولو حبيت تنقذ اصحابك دول تعال للغابه وركوخ البومه هكون موجود هناك ومستنيك. بعدين اختفى، وبعد فتره راح ماش الغابه وقابله وساله ايه كل اللي بتعمله ده بقى؟ رد عليه وقال له خلينا نقول رهان، وطلب عملتين فضيتين من معاه وقال له انا عارف انك بتسعى وراهم برضه. توم اول ما شاف العملات اتفاجئ جدا، ازاي معاه اتنين هو لسه في السنه الاولى، وكان مفكر ان عدد محدد من طلاب السنه العليا هم بس اللي باستطاعتهم انهم ياخدوها، ده غير ان عدد الخطوط على علاماته بتعكس مقدار القدرات بتاعته على السحر، وده معناه انه الشخص ده خطير جدا. بنشوف لانس بيعرض على ماش انهم يترهنوا بعملتهم الفضيه دي في قتال، وشرح له انهم يفضلوا يتقاتلوا لحد ما يخسر واحد فيهم او ما يقدرش يكمل، وقال له ما قدامكش حل غير انك تقبل عرضي ده طالما انا حابس صحابك كده، ده غير ان بالحكم على شخصيتك وحقيقه امتلاكي للازازه دي فاكيد الامور في صالحي. وفهم انه خلال فتره الامتحانات شاف ومتساهل جدا، ده غير انه دافع عن واحده كانت هتعطله عن اهدافه واداها الاولويه، وقال له انه مش محتاج انه يمتلك افضليه عليه لانه من السهل يعرف مين هيفوز، وانه اكيد مش ناوي يخسر ابدا قصاد شخص خسر قبل كده بانه بيثق في اي حد. اصحاب ماش في الوقت ده فضلوا يزعقوهم محبوسين ويحذروه انه ما يقتلش مع الشخص ده لانه باين عليه مؤذي وشخص خطير جدا. لانس بص له وقال له انت خايف من القتال معايا ولا ايه؟ بطلنا بص له باستهتار كده وقال له انا مستنيك بس تبدا وتوريني هتقدر تعمل ايه. لانس مسك عصايته علشان يستخدم السحر ويجهز سحره في المعركه، لكن ماش اندفع ناحيته وقال له مش لازم الجو ده لاني هخلص عليك بسرعه، وحاول يضربه بقبضه ايده القويه جدا، لكن لانس ضحك وقال له انت مفكر انك هتفوز عليا من غير سحر ولا ايه؟ واستخدم سحر ووقع ماش على الارض بقوه والارض اتكسرت، واصحابه اترعبوا عليه لما لقوه مرمي على الارض كده. لانس بص لماش بنظرات تكبر وتعالي كده وقال له مستحيل يقف مكانه ويسيب واحد قمامه زيه في الملعب يقعد ياخد عملات فضيه مش من حقه. ماش حاول يقوم من على الارض ولانس قال له ما تحاولش علشان ملهاش لازمه لان مفيش بشري هيقدر يقاوم الجاذبيه دي، لكن بحركه فجائيه جدا ماش قسم الارض لنصين وطلع منها تحت صدمه لانس. ازاي قدر يعمل كده؟ وقف على رجله ولانس هو اللي بقى في الارض. وقتها ماش بص له باستهزاء وقال له ما كنتش عارف انك بتحب تتدحرج على الارض كده، لكن لانس كان شايف نفسه ازيد من اللازم لان عنده علامتين سحر في وشه، وده معناه انه شخص نادر جدا لان الاغلبيه
الشعبية العظمى عندهم علامة واحدة بس، وزادت العلامات دي يعني زيادة السحر عند الأشخاص دي، والسحرة دول بيكونوا واحد من أصل 100,000 ساحر عنده السمة دي. وبسبب كل ده ثقته في نفسه كانت كبيرة، وقام يستخدم تعويذة علشان يوقع ماش، لكن بطلنا بسرعة رد فعل كبيرة جدا ضرب ووقع منه سلسلة. ولما شافها ماش لقى فيها صورة طفلة صغيرة وقال له متحرش بالأطفال كمان، ده أنا بلغ عنك. لانس بص له ببلاها كده وقال له دي أختي يا عم. ماش رجع له سلسلته. بعدها لانس سأله إيه أغلى شيء في الدنيا؟ طبعا بطلنا برده المتوقع قال له الفطاير المنفوخة دي أفضل شيء. لانس قال له طبعا غلط، واستمر ماش في إنه يقول إجابة تافهة جدا ولانس غلطه، وقال له طبعا الإجابة واضحة، أنت غبي ومش فاهم، أغلى شيء في الدنيا هي أختي. ماش بص له ببرود كده وقال له يا عم كل شخص في الدنيا عنده أولوياته. ولانس كان شايف إنه غبي أو مش فاهم حاجة، بعدها وقف من فوق مكان عالي ومسك الإزازة اللي فيها أصحابه وقال له أنا هرمي الإزازة دي وأنت تحاول تمسكها علشان تنقذ أصحابك وبعدين ههجم عليك. في الوقت ده لانس كان بيفكر في إنه لازم يكون وحش علشان أخته الصغيرة، وإن كل اللي بيعمله ده علشانها هي، وافتكر لما كان بيروح البيت مضروب علشان ينقذ الأشخاص الأبرياء اللي بيتنمروا عليهم، وإن أخته كانت بتحب طيبته دي. وفي يوم أخته تعبت وتعرضت لمرض شديد جدا هيعرضها لإنها تفقد سحرها، وبكده أم وأبوها يسلموها للحكومة طبقا لقوانين مجلس السحر وقواعدهم السخيفة. هو ساعتها رفض وزعلهم وقال لهم إنه هينقذ أخته مهما كلفه الثمن، بإنه هيعمل أقصى جهوده في إنه يكون موهوب السماء المختار، وساعتها محدش هيقدر يأذي أخته. علشان كده شاف ماش بيشكل خطر ضده وضد أهدافه وكان لازم يهزمه، وابتدى رمي الإزازة من فوق وبص لماش وقال له وريني هتعمل إيه، واستعجب إن ماش قلع لبسه وكان بيجهز نفسه بيقول سحر أوتار الركبة، ولانس كان مفكرها تعويذة أول مرة يسمعها. وبسرعة بطلنا الفائقة قرر إنه ينقذ الإزازة قبل ما تنزل تحت وتتكسر علشان يلحق أصحابه والفعل مسكها، ولانس كان هيتشل من كتر الصدمة إزاي قدر يلحقها بالسرعة دي، وتساءل لو كان استخدم سحر التعزيز علشان ينجح في حاجة شكل كده. ماش قال له أنت شخص طيب، مش عارف ليه أنت بتعمل كده، لأنك رميت الإزازة المزيفة اللي مفيهاش أصحابي، وأخد منه الإزازة الأصلية وقال له كده يبقى انتهينا. لانس كان مستعجب وسأله ليه تنازل عن فرصة إنه ياخد العملات الفضية منه، وماش قال له علشان أنا مش من النوع اللي بياخد قرارات عقلانية وأنا شخص أخرق. وقتها لانس افتكر أخته هي بتقول له أنت شخص أخرق لكن طيب علشان كده أنا بحبك. حس بعدها إنه مش قادر يكمل مع ماش أكتر من كده وقال له أنا بنسحب، وساب له العملتين الفضية ومشي. وماش كان واقف يتساءل يا ترى لو كانت قاتل معاه كانت النتيجة هتكون إيه؟ بعدها اجتمع أصحابه حواليه ولانس كان ماشي بخيبة أمل وكان جواه حسرة كبيرة جدا. وفي حلقة النهاردة بقى بنعرف إن في الأكاديمية تلات مساكن هما إدلر وأوركا ولانج. وفي مسكن إدلر بنشوف ماش ماسك العملتين الفضيتين وقاعد مع صاحبه فين وبيقول له طالما كل 5 عملات فضيتين بيساوي عملة ذهبية واحدة يعني كده فاضل لي 2 على عملة، والمجموع الكل فاضل لي 28 على 6 عملات ذهبية. فين قال له مفروض ناقص لك 3 مش 2. وببلاها شديدة بص له ماش وقال له أنت بتسألني سؤال مخادع ولا عايز إيه؟ مش فاهم. هو رد عليه وقال له أنت بس فاهم الرياضيات غلط. وطبعا علشان بطلنا دماغه ما بتفكرش غير في الأكل قال له سيبك بقى من جو الخوارزميات ده وخلينا في الفطائر المنفوخة، أنا تقريبا معايا منها. بعدها قال لي فين أنت مش ملاحظ إن الجو هدوء النهاردة ومفيش أي أكشن كده ولا ناس جاية تتخانق معانا ولا أي حاجة نهائي؟ رد عليه وقال له طبعا طبعا ملاحظ، هو في ألذ من كده. وملحقوش يتهنوا بالجملتين دول وفجأة افتكر فين إن عندهم واجب منزلي نسيوا يعملوه، وقعد يصرخ يقول أنا إزاي أنسى حاجة زي كده، وقعد يصرخ ويقول إحنا لازم نسلمه في فصل الجرعات ولو ما سلمناهوش درجاتنا هتنقص وهنطرد من الأكاديمية. وكالعادة ماش مخه في الباي باي خالص، طلع فطيرته المنفوخة وقال له خد كل دي بس كده وروق. فين كان متعصب وقال له يا عم مركن على جنب كده وده وقت فطاير هنطرد بقول لك، وقعد يلطم ويقول ازاي هنلحق نعمل الواجب في ميعاده بس. لانس دخل في الوقت ده وسألهم كل ده ما كملتوش الواجب؟ ماش قال لي فين صاحبك اللي عنده عقدة مع اخته وجهه، روح عيط له بقى وسيبني شوية علشان انت صدعت دماغي. والمجتهد جدا لانس قال لهم انتوا الاثنين تعريف صريح للكسل في القاموس. فين سأله اذا كمل الواجب على كل التريقة دي؟ هو قال له طبعا عملته، انتوا هتساووا نفسكم بيا اكيد انا مش في نفس مستواكم. وبنظرة حسد وقهر كده من فين قال له ده المتوقع من التلميذ الاول على فصلنا برضو، ده انت طالب ما فيكش عيب واحد يا اخي. ولانس زاد فيها وقال لهم انتوا هتسيئوا سمعة المسكن بلسانكم ده وعار كبير عليكم. ماش حب يتريق عليه هو كمان بدل ما هو نازل فيهم تهزيق كده، وقام طلع السلسلة اللي فيها صورة اخت لانس ووريها له. وبرد فعل سريع من لانس كده راح خابط نفسه في الحيطة وقال اه يا غالية اللي وحشتيني ده سنين بعدك على عيني، وقعد يمثل انه هيموت من الزعل ومش قادر. وطبعا
كل ده بيعمله علشان يتريق على ماشي اللي مفكره يقطع شرايينه لو شاف صوره اخته يعني. وفكره التريقه الغريبه دي ماشي وفين كانوا واقفين بيتفرجوا مستغربين الدراما اللي عملها دي. اما لانس بعد ما خلص فكرته دي جاب نبات اسمه اللفاح وقال لهم خدوا ده هتحتاجوه علشان الواجب، وطلب منهم يسكتوا الصراخ بتاع النبات ده وهو يبقى عنصر شامل في اغلب الجرعات. وبسؤال غبي من ماشي ساله اذا الموضوع ده هيتطلب سحر، فين رد عليه وقال له انت اكيد يعني مش واقف في مطبخ الشيف براك واحنا هنا في اكاديميه سحر يعني اكيد نستخدمه. ولانس اتجنب كلامهم الكتير ده ومسك عصايته السحريه وقال لهم خلينا اوريكم هتعملوا ده ازاي، وابتدى يرمي تعويذه على نبات اللفاح ده لحد ما سكت ونام. وبعدين فك التعويذه وطلب منهم يجربوه هم بقى، فين ابتدى يجرب لكن ما عرفش يوقف الصراخ. وابننا ماشي قام باصص له كده وقال له هات العصايه دي انت مركز الجاذبيه عندك بايظ وعايز تتدرب لسه. وبعد ما اخذ العصايه اول ما جرب بيبص للنبات بس قعد يصرخ بطريقه هستيريه اكتر من الاول اساسا. فين اتفزع وقال له ده الدنيا باظت عندك انت كمان، ده عينيها قربت تتخلع من الصراخ يا جدع. لانس خلى فين ده هو اللي يحاول علشان ماشي ده في حته ثانيه لوحده، وطلب مني يركز سحره في نقطه واحده. وبالفعل ابتدى فين ينفذ كلامه والنبات نام وقعد يتنطط من الفرحه انه قدر يعملها. لانس بهدوء قال له ده شيء مش صعب اصلا وحتى اللي ما بيعرفش يعمل حاجه هيعملها. فين كان شاف انه طلع تلميذ طيب وبيساعد غيره على عكس ما كانوا مفكرين، ولسه بيشوفوا ماشي بيعمل ايه لوقف قدام النبات وقام مديله بالقلم جامد علشان يموته مكانه ومشي ينيمه بس، وقال لهم سهل اهي اديني سكتته. وبعد مده من استيعابهم من اللي عمله ماشي ده دخل المطبخ ولانس كان ماسك النبات وبيشرح لهم ان النبات ده اول ما بينام بيبقى مجرد نبات عادي، وابتدى جهز النبات وقال لهم جينا لابسط جزء وعمل حركتين جامدين كده لحد ما بقت النبته جاهزه بعد طبخها. فين كان بالنسبه له الموضوع صعب جدا، اما ماشي فقال لانس انه فهم هو عمل ايه، وهو قال له انت بتكذب، لكن ماشي فهمه ان الموضوع طالما ما فيهوش اي سحر يبقى يقدر يعمله بسهوله. وقف في المطبخ وفي النهايه طلع نبات في شكل فطيره منفوخه، وهنا اول ما شافوا الشكل العبثي اللي قدامهم ده عرفوا انه ما طلعش فاهم حاجه خالص. ولانس قال له بلاش تكرر اللي انت عملته ده تاني واسمع الكلام ونفذ زي ما انا عملت. وبعدين وقف مع ماشي وارشده خطوه بخطوه يعمل ايه، لكن في نهايه الامر عمل النبات على شكل فطيره منفوخه برضه. لانس قعد يصوت منه ويقول له ده انا كنت برشدك خطوه بخطوه يا مفتري، ازاي قدرت توصلها لشكل فطيره في النهايه برضه، انت ما بتعرفش تعمل حاجه غير القتال. وبكل فخر رد عليه ماشي وقال له اه على الاغلب. ولانس ما كانش فاهم ماله فخور بحاجه زي كده، وبعد ما ضغطه وعيل على الاخر منه وقال له خلاص مش مشكله بس خليني احذرك المره الجايه مش هخسر قدامك لان في سبب ورا رغبتي انضم لمجلس السحر. ماشي كان لسه هيقول له السبب ده هو اختك ولا لا، قطعه لانس وقال له ما يتدخلش في غير شؤونه. وبعدين فهمه بما ان اداله عملتين فضيتين اخر مره فما ينفعش يسمح لحد نكره هنا يفوز عليه وياخدهم منه تاني. وبمنتهى الثقه ماشي قال له مفيش داعي تقول كده لان مستحيل حد يقدر يفوز عليا في القتال. هو قال له طالما ثقتك مقويه قلبك كده يبقى ربنا يسترها، وقرر انه يجرب يعمله طريقه تاني لطبخ النبته. وفي جانب اخر بنشوف واحد من مسكن لانج بيقول للتلاميذ ان موهوبين السماء هم اللي بيتحكموا في العالم، وسالهم ايه الوصفات اللي المفروض تكون في الحاكم، وهم جاوبوه سلاله نبيله وقوه ساحقه من غير منازع، وهو ان مفيش حد في مسكن ادلر يستحق العملات او بمعنى صح احنا بس لينج اللي نستحق نكون الحكماء، وعلشان كده روحوا رجعوا حقنا منهم. وبيكون قصده على ماشي اللي معاه العملات دي. وماش اصلا مش دريان باي حاجه وقاعد ياكل فطايره المنفوخه. تاني يوم التلاميذ اتجمعوا في الغابه، ماش بيقول للانس ان الغابه دي كثيفه جدا، هو رد عليه وقال له المفروض هناخد حصه دراسيه هنا. ماش قال له او يمكن هنخيم مثلا، وهو رد عليه باستهزاء وقال له احنا طالعين رحله نخيم ايه. فجاه سمعوا صوت واحد جاي يصرخ ويقول انا رقم واحد وانا الشخصيه الرئيسيه في القصه دي والعالم بيدور حواليا انا. وابطالنا كانوا شايفين واحد غريب الاطوار ومختل، وهو جه عليهم كده بيبص لماشي وقال له انت بقى راس الفطر اللي كل الناس بيتكلموا عنك، حتى انت شخصيه ثانويه بالنسبه لي علشان انا اللي هاخد دور الاول في كل حاجه. ماشي بنظر البرود قال له انت مين اصلا. وفي الوقت ده دخلت البنت اللي معجبه ببطلنا ونادت على ماشي، ولما راح لها قالت له وهي عينها كلها قلوب قالت له بص بقى انا مش هضغط على نفسي علشان ابقى جنبك علشان كده خلي بالك من نفسك. ماشي كان حاسس وقتها انه عاوز يرجع وما كانش طايق مرقعتها دي. اما الواد المختل اللي اسمه دود ده بص لماشي وقال له انا هقتلك لاني بكره الشباب اللي بياخدوا الاهتمام من البنات وبكده انت مقرف بالنسبه لي وقتلك ثلاث مرات. وقعد يتحسر ان ليه ما فيش واحده في كل الكوكب ده بتهتم بيه. وقتها قرر انه لازم يفوز بلقب موهوب السماء علشان يتخلص من كل الشباب الوسيمين، والتلاميذ سابوه قاعد يتحسر لوحده على جنب كده وبعدوا عنه، وده شيء جننه لانه عاوز حد يسمع شكواه. لكن الاستاذ وصل وشرح لهم ان التحدي ده بين مسكن لينج وادلر والكل ليه فرصه في الحصول على عمله
فضية او برونزية بشرط انهم يثبتوا نفسهم. ووضح لهم ان المهمة دي هي انهم يتخلصوا من عقارب الغابة ويجمعوا الاحجار اللي على دماغ العقرب دي. وقال لهم ان معظمهم هيكسب عملة برونزية وقليل منهم اللي ياخدوا العملة الفضية وهو الاقوى فيهم. وفهمهم انهم هيقدروا يعرفوا العقارب اللي المفروض يقتلوها من الاحجار اللي موجودة في الاربع جوانب من راسها. واكد لهم ان السحر العاديين مش هيقدروا يقفوا قدام العقارب دي ابدا. واداهم حتة ثقة في النفس كده وقال لهم بس انتم مش سحر عاديين طالما في الاكاديميات العظيمة دي. بعدها طلب منهم يروحوا بالترتيب. ماشي وهو بيتحرك اصطدم بتلميذ قصد يعمل كده وقال لي ماشي انت مفكر نفسك مهم وبتؤمن انك مميز عن الكل وبتستحقرهم كمان. واستخدم عصايته السحرية علشان يضرب ماشي. والاستاذ زعق وقال للتلميذ السخيف ده انت هيتخصم منك درجات بسبب اللي انت عملته ده بما انك تعديت على التلميذ قدام الكل. والتلميذ اعتذر من الاستاذ وقال له انهم كانوا بيجادلوا مع بعض مش اكتر. وبص لماش وقال له قول له اننا كنا بنتجادل بس. لكن لاحظ على وش ماش نظره مليئه بالغضب وهو اول ما شاف كده ضحك وقال له علشان نظرات الغضب دي بتزود شعوري في اني استحقرك اكتر. لانس طلب من ماش انه يتجاهله لانه مش بس اكبر منهم بسنه ده مشهور باسلوبه السيء جدا ومسكوه كتير قبل كده بيأذي زمايله والاساتذه. لكن محدش راضي يطرده من الاكاديميه بسبب قوته كساحر. وبغضب ماش رد عليه وقال له ماسكا لانج مليان بامثاله وطلع فطرته المنفوخه من جيبه كان غضبان. كل ده مش علشان اتضرب لا علشان خايف على فطرته تبوظ وما يعرفش ياكلها. ولانس كالعاده كان هيتجلط من تصرفاته لكن عمل نفسه مش واخد باله وراحوا مع بعض علشان يدوروا على العقارب. وقال لي ماشي الوضع هنا خطير علشان كده لازم يتعاونوا علشان هو التلميذ الاكبر فمن مسؤوليته يحميه. بنشوف التلميذ دوت كالعاده بيصرخ وبيدور على العقارب ولما شاف ماشي قال له انا هوريك ازاي تصطاد يا راس الفطير انت. ماشي لما سمع ده اداله بالقلم وقال له اسكت شويه انا خسرت شويه سعرات حراريه بسببك ومش هعرف اعوضهم دلوقتي. هو رد عليه وقال له خلاص ايه رايك ننسى الاختبار ده دلوقتي ونصفي حسابنا انا وانت. لكن قاطعهم صوت بنت بتصرخ وبتطلب النجده وواحد بيقول لها انت السبب وهخليكي تندمي. ودوت اللي بيحب النساء عمل فيها شهم وراح دافع عنهم وبص للتلميذ اللي كان عايز يضربها وقال له اللحظه اللي تفكر تمد ايدك فيها على واحده يبقى اعتبر نفسك مت من عداد الرجاله. بعدها البنت بكل براءه بصت لدوت وشكرته على اللي عمله علشانها. هو اتوتر من جمالها وحبها من النظره الاولى وابتدى يهدي نفسه علشان يعرف يتعامل معاها. لكن البنت اتمرقعت حبتين كمان ومسكت ايده علشان تشكره واجمد بقى. الواد كان هيدوخ منها لان مفيش بنت بتبص في وشه اساسا. اما من جانب اخر بنشوف التلميذ المتعجرف اللي ضرب ماش بيجهز لخطه خبيثه وبيقول هل حان الموعد فيا ترى بيخطط لايه. وبنرجع لدوت وهو قاعد مع البنت اللي انقذها وكان متوتر جدا وهو قاعد جنبها وبيهدي في نفسه علشان يبان كاريزما مشهور ومش اي حد يتكلم معاه. وهي مستعجبه تصرفاته وقالت بدون شعور ايه غريب الاطوار ده. ولما سالها قالت ايه كذبت طبعا وقالت له انها قالت قد ايه الراجل ده شجاع وجامد ورائع. ودوت اول ما سمع الجملتين دول قعد يضرب نفسه في الارض من كتر ما هو مبسوط ان اخيرا بنته عجبت بيه. اما البنت الخبيثه دي فكان ليها خطط ثانيه وكانت شايفه انها تقدر تخلي اي حد يقع في حبها بسهوله بالحركتين اللي بتعملهم دول. بعدها بصت على ماش وهي ناويه انها تخليه الشاب الثاني اللي عايزاه يقع في حبها وراحت شكرته بملامح خجوله وبريئه. لكن بطلنا بص لها ببرود كده وقال لها بس انا ما عملتش حاجه اصلا. وهي كانت هتتجنن ازاي في الشاب ما تاثرش بالتعويذه بتاعتها وركع على رجله اول ما اتكلم مع واحده لطيفه زيها كده. وقررت انها تزود من الجرعه السحريه في التعويذه ورجعت لماشي ومسكت ايده وقالت له بالعكس انت ساعدتني هناك. وفضلت تبص له بالسحر اللي في عينيها علشان عارفه ان مفيش اي شاب هيقدر يقاومه. لكن صدمها بنفس نظرات البرود وقال لها برضو انا ما عملتش حاجه علشان تشكريني. وهنا انزعجت البنت جدا وتسالت اذا هي مش جذابه بالنسبه له وقررت طالما مش شايفها جذابه يبقى يموت. وابتدت ترسم معالم الحزن على وشها. ودوت اول ما شافها حزينه سالها ليه الحزن ده هو يعمل اي حاجه علشان ما تبقاش كده. وهي قالت له انها مهدده من شخص وخايفه منه وهو طالب السنه الثانيه سيليفيا وده الشخص اللي ضرب ماش وان الشخص ده عوزها بسبب سحرها الفريد اللي محدش يقدر يستخدمه غيرها علشان كده ماشي وراها طول الوقت. واتمسكنت شويه ومثلت انها بتعيط وقالت له زي ما انت شايف من شويه بيحاولوا كلهم يؤذوني وانا مش عارف اعمل ايه. ودوت بحركات الشهامه اللي مالوا قلبه دول قال لها ما تقلقيش وانا هحطم الشخص ده وهزمه هزيمه ساحقه. فجاه طلع سيليفيا بتعويذه قويه وعملها وقال لهم سمعوني كده تاني مين اللي هيهزمني هزيمه ساحقه. دوت قال طالما جيت يبقى استعد علشان تموت. وسيليفيا بشيء من السخريه قال لهم الحمقى امثالك بيخلوني احس بالاشمئزاز لثقتهم المفرطه انهم ممكن يعملوا لي حاجه علشان كده هديك درس من الواقع. وبرد فعل سريع من دوت استخدم تعويذه الانفجار بتاعته ووجهها على سيليفيا بمنتهى القوه اللي احدثت انفجار كبير في المكان
المكان كله وفكر بكده انه قدر يقتله. وماش واقف ولا في باله وبياكل فطيرته المنفوخه كالعاده. وبنشوف قلق لانس على ماش بعد ما سمع صوت الانفجار العظيم ده وبيفكر ان اكيد سيليفيا بدا الحرب عليه. وبنرجع للمفاجاه اللي مش مفاجاه جدا وبنشوف سيليفيا طلع لهم ومحاط بصخور تعويذته وبيقول له دوت اوعى تفتكر ان سحرك الضعيف ده هيبقى ياثر في تعويذتي. وابتدى يستخدم تعويذته الصخريه وضرب بيها دوت ومن شدتها طاير فطيره ماش من ايده. وطبعا بطلنا مش فارق معاه اي حاجه تحصل، لكن اللي فارق معاه هي فطيره الكريمه اللي وقعت من ايده دي وتمنها مش هيعدي بالسهل كده. يا ترى ماش ناوي يعمل ايه؟ دوت كان شايف ان ماش مش هيكون عون ليه ابدا ولا هيعرف يساعده في انه يتخلص من المزعج سيليفيا ده، لانه كان مزول بقوه سيليفيا بسبب فرق القدرات السحريه اللي بينهم اللي كانت كبيره. وحاول يفكر في طريقه يحمي بيها البنت ويرد كرامته قدامها من سيليفيا. بنشوف سيليفيا بيبص بسخريه كده بيقول له ايه يا معلم انت لسه ما استسلمتش برضه بخيبه الامل اللي انت فيها دي. دوت اتعصب وقال له انت قلت ايه؟ هو قال له انا قلت انك خايب الامل وخد دي كمان، انت حساله ومالكش لازمه، عايز حاجه تاني. لكن برغم كده هديك انت وراس الفطر ده فرصه للقتال معايا. وفهمه ان لو قدر يستحمل 5 ضربات سحريه هيسيب البنت في حالها، وده غير انه هيراهن على العملات الفضيه في نفس الوقت. ولما لاحظ سكوت دوت فهم انه رفض الصفقه، والبنت قالت لدوت ما يسمعش كلامه يرفض الصفقه لان ده مجنون. لكن المفاجاه اللي مش مفاجاه برضو ان دوت وافق على الصفقه وقال له انت كل اللي عاوز تضربه فيا 5 ضربات يعني؟ ماشي يا سيدي، ده انا احلى حاجه فيا متانه وقوه جسمي، يعني اكيد هتحمل سحرك الضعيف ده. هو مفكر ان سحر سيليفيا من النوع الدفاعي يعني هيقدر يتحمله. البنت كانت مصدومه وفضلت تحذره انه ما يوافقش لان سيليفيا مش هيسيبه بسهوله زي ما مفكر كده. والخايب بتاعنا قال لها ما تقلقيش دي كلها 5 ضربات وهنعرف نتحملهم اكيد. سيليفيا قال له باستهتار هتكون بخير، وبعدين مش هتكون لوحدك في الصفقه دي لان راس الفطر ده كمان هياخد 5 ضربات. ودوت فهمه انه ماش ملوش دخل في اللي بيحصل ده دلوقتي. هو قال له انت مالكش حق انك تكرر ليه ولا لا. وبطلنا الالبوم قوي ده قال له انه هيتحمل نصيب ماش كمان، يعني هو اللي هيتضرب 10 ضربات مش 5. ماش حاول يوقف دوت لكن كان مصمم يتحمل 10 ضربات لوحده. وابتدت اول ضربه وخلت دوت ينزف، وسيليفيا استمر برمي الضربات تحت استهزائه في كل مره بيه. سيليفيا كان مستغرب انه لسه بيصمد قدام الضربات حتى وهو بينزف على اخره، وبيقول له انا مش هستسلم ابدا علشان دموع البنت اللي هناك دي. وبعد ما اتحمل 3 ضربات سيليفيا قال له طالما طلعت شجاع وقدرت تتحمل ضرباتي فانا هخلي الضربه الجايه دي الاخيره ليك كمكافاه. ورمى ضربه قويه جدا عليه وقعته على الارض وهو مطلي بالدماء. سيليفيا بيضحك وبيقول له انت مفكر انك قادر تصمد قدام ضرباتي بجد ولا ايه؟ لكن الغريب ان دوت قام وقف على رجله وقال له انت مش كنت عاوز تضربني 10؟ يلا كمل. لكن ما كملش كلام ووقع من تاني لانه مش قادر يتحمل. طبعا البطل المستفز فضل يضحك ويستهزئ ويتريق على غبائه. دوت وهو واقع على الارض طلب من ماش انه ياخد البنت ويهربه وهو يتصرف مع سيليفيا. اما سيليفيا فرمى ضربه تانيه وقال له انت لسه بتقول كلام سخيف برضه. البنت المخادعه راحت وقفت جنبه وبصت لدوت وقالت له انا رميت عليك تعويذه علشان تحبني، لكن اول مره اشوف واحد بالياس والضعف ده. سيليفيا باستهزاء كبير قال له انت مفكر انك الشخصيه الرئيسيه في روايه احدهم يا ابني ولا ايه؟ قوم وقف كده وقول له عن شعورك وانت بتنخدع من البنت اللي ضحيت عشانها، ده غير انك كنت مسلي وضحكتنا كتير لانك اكتر راجل مثير للشفقه شفته في حياتي. وهو لسه بيكمل تريقه ماش مسك الفطيره بتاعته ورماها في بقه وبص له بنظره تحدي وقال له هو والبنت المخادعه اللي معاه انتوا اتماديتوا جامد انتوا الاثنين، علشان كده وريني اللي عندك وانا المره دي هقبل التحدي بتاع 10 ضربات بتاعك ده. وباهانه كبيره شاور له وقال له تعالى هنا يا حساله وريني هتعمل ايه. سيليفيا كان واقف مصدوم من جرأته الكبيره. وعلى جانب اخر بنشوف لانس بيسال فين والبنت اللي مش عارفين لها اسم دي اذا ماش ممكن يكون بخير دلوقتي ولا لا. هم قالوا له ان مهما حصل ماش هيقدر يتخطى لانه قوي جدا، والدليل على كده انه قدر يتخطى الاستاذ كمان في مرحله القبول. هو قال لهم ان الاستاذ وقتها كان ساحر ابيض، لكن في انواع كتير من مستخدمي السحر اللي بيشكلوا خطر كبير زي السحر البيض دول بيبرعوا في سحر الاسناد وعلوم السحر، والسحر الحمر دول بيبرعوا في القتال، وان اي سحر احمر في المرحله الاولى بيبقى قوي جدا، وسحره الخطوط المزدوجه دول بقى بيبقوا اعلى واعلى. وفهمهم انهم لو كانوا مفكرين ان مفيش حد اقوى من ماش فهم غلطانين. وبنرجع للمعركه الحماسيه جدا وبنشوف سيليفيا بيقول لماش انت شكل ثقتك مقويه قلبك قوي علشان تقول الكلام الجامد ده. بعدها راح لدوت ومسك شعره وقال لماش انت عارف ايه اكتر حاجه بتقرفني؟ هم المنافقين امثالك انت واللي قاعد يعزم القوة ده وبرضه اتضربتوا انتوا الاثنين ومفكرين نفسكوا اقوياء بجد ولا ايه؟ وبكبريائي كل ما اشوف منافقين زيكم كده ببقى عاوز اقطعكم حته حته. واتريق على ماش وقال له انت اما
تنهزم زي الحسالة ده يبقى بص على وشك وهو مضروب وضعيف وبتقول انا مسكين ارجوك سيبني. ماش بنظرة برود قال له هنضحك حاضر. وسليفيا في الوقت ده لاحظ ان هدومه اتوسخت وكان هيكمل ضرب في دوت، لكن ماش اتدخل علشان يضربه. وبرد فعل سريع من سليفيا رمى تعويذته الصخرية في وش ماش وضحك وقال له انت مفكر انك هتعرف تضربني ولا ايه؟ وفهمه انه حصل على عملتين ذهبيتين في اول سنة ليه في الاكاديمية وانه ضمن اعلى المصنفين في السنة التانية، يعني ببساطة فرق شاسع بين قدراتهم. وابتدى يرمي تعويذته بالتدريج على بطلنا وهو بيفرح ويتريق اكيد عليه. وفي الاخر ماش قال له وريتني كل اللي عندك كده تعالى لي بقى يا حبيبي، وابتدى يعمل بايده اشارات غريبة وبيقول سحر العضلات الثلاثية ومدفع عقلة الاصبع. وسليفيا بيضحك اكتر واكتر وقال له انت بتتكلم بجد؟ يا ابني ما تخلينيش اكرر كلامي واقول لك ان انا وانت في فرق شاسع بين قدراتنا كبير. وبدا يرمي تعويذه من تاني، لكن بقبضة ايد بطلنا حطم الصخور في ثواني تحت ذهول سليفيا، وكان قاعد على الارض مصدوم وبيقول انا سليفيا اللي حصل على عملتين ذهبيتين في اول سنه ليا وتعويذتي الافضل على الفصل بتاعي، ازاي تجرؤ تستهين بيا؟ وقام رامي التعويذه بقوه مره تانيه، وللمره التانيه حطمها ماش وضربه ووقع على الارض وكان بينزف وكان هيتجنن ازاي مش قادر يفوز عليه، وكان عاوز يقوم لكنه مقدرش لانه مرهق ومش هيقدر يتحمل ضرب تاني. بعدها بطلنا راح قعد قدامه قال له انت كده ضربتني مرتين وانت قلت انك تضربني 10 ضربات، يلا وريني فرق القدرات اللي بينا اللي من الصبح مصدعنا بيها. سليفيا كان هيتجنن، ايه الواد ده؟ ضربات ايه اللي عايز يكملها؟ بعدها وقف قدامه ماش وقال له يلا انا مستعد للضربه الثالثه. هو كان متضايق لانه لو قام دلوقتي مش هيقدر يتحمل ضربه كمان منه ولازم يفكر في خطه بسرعه. وفجاه ظهر العقرب اللي كان المفروض ياخده منه الجواهر علشان يكملوا المهمه. سليفيا اول ما شافه فرح جدا لانه عاوز يستغل فرصه انشغال ماش بالعقرب ويهرب منه بسرعه، لكن بحركه غير متوقعه من بطلنا ضرب العقرب وبعده عنه وقال له انا مش فضيلك دلوقتي، في ناس عايز اضربها لسه. وطبعا الكل كان مذهول من الواد غريب الاطوار ده. بعدها ماش بص لسليفيا وقال له تصدق انا حاسس بالسوء تجاهك وصعبان عليا. والبنت المخادعه كانت مرعوبه وحاسه ان الدور عليها وابتدت تمثل وتعيط من تاني وتقول لماش ان سليفيا اللي جابها هتعمل كده وما كانتش عايزه وفضلت تعتذر منه، لكن بطلنا قال لها طبعا طبعا امال، وقف وراها ومسكها وهي كانت مفكره ان الراجل الساذج وصدقها وهي في حبها، لكن فاجئها بقوه ورماها على الارض جنب سليفيا وقال لها معلش اصل انا بؤمن بالمساواه بين الراجل والست. دوت كان مذهول من ماش ازاي قدر يضرب بنت بالحلاوه دي. وبعد ما الحصه انتهت زمايل ماش جول وسالوه هو بخير ولا لا لانه مليان كدمات، هو طمنهم وقال لهم دي حاجه بسيطه كده. ولانس قال له زي ما توقعت انت اتقتلت مع حد فين؟ كان فتح بقه من الصدمه اول ما شاف عقرب ميت على الارض وقال له ماش انت ابن لذينه بجد، انت ازاي عرفت تتغلب على عقرب ده كمان؟ اما دوت فكان اي مهزوم وهو بيفتكر كلام البنت اللي حب ينقذها وهي بتستهزأ بيه وبتخدعه. والبنت اللي بتحب على نفسها دي راحت لدوت وقالت له انت كويس لان وشك كان مليان بالضرب، وهو اول ما شافها قال مش عاوز بنات تاني ومشي من قدامها وقال لي ماش انا اسف ان دخلتك في كل ده بسببي، وشكره على اللي عمله. وماش كان مصدوم وقال له ده مش طبعك علشان تعتذر وتشكر مره واحده كده. هو اتعصب وقال له ايوه مش طبعي، واقفل بقك اللعين ده والا هقتلك، انت مش عارف انا عانيت قد ايه علشان اقول الكلمتين دول. ولانس قطع كلامهم وقال لي ماش انت كنت مستهدف في عصفور قال لي كده، وفهموا انه مسكن لانج بيصطادوا العملات وعينهم على مسكن ادلر بتاعهم، وان طالب السنه الثانيه سليفيا كان هنا علشان كده على الاغلب، وحكى له ان لانج دي مسكن مسكون من اصحاب الطبقات العليا واتباعهم وبيحطوا النسب فوق كل شيء، وقال له هيعملوا اي حاجه علشان يمنعونا، احنا النكرات بالنسبه لهم واحنا اقل من اننا ناخد عملات او ندخل مجلس السحر. وفهمهم انه بالفعل لانج بدات حربها بالتعاون مع اصحاب الانياب السبع اللي بيسموهم مافيا لوبوس. ماش في الوقت ده استخف بالامر وقال له ايه تصرفات الحكايات الخياليه اللي انت كنت بتحكيها لي وانا صغير دي، يعني كالعاده مش مهتم باي خطر ممكن يجي ناحيته وبيستخف بيه. بعدها بنشوف جيب ماش بيلمع جدا باللون الذهبي، ولما طلع اللي جواه شاف ان عملاته الخمسه اللي جمعهم من العقرب ولانس اتحولوا لعمله ذهبيه اخيرا وكانت شديده اللمعان جدا لدرجه اذهلت دوت، ولما ركز فيها عين وجعته وبعد. اما ماش اللي دايما مش مهتم بص لانس وقال له ما كنتش اعرف قبل كده ان عندنا في الاكاديميه مساكن منفصله. هو قال له طبعا عندنا، وفين قال له انهم اتوزعوا وهم لسه بيدخلوا الاكاديميه، وهنا افتكر بطلنا التوزيع ده لانه كان نسيه. وبيرجع بالذاكره لما الساحره المعلمه عملت لهم شيء اشبه بالاختبار وطلبت منهم انهم يمسكوا قرن وحيد القرن اللي قدامهم دول ويرسلوا سحرهم عليه وهي تقرا افكارهم وتقول لهم اني مسكن مناسب ليهم. وابتدى كل طالب في الاكاديميه يمسك القرن ويتحدد له المناسب ليه في المساكن لحد ما جه دور ماش، وطبعا دماغه وتفكيره كله كان في فطاير
كتر الكريمة منفوخة، والمعلمة كانت مستغربة ومش عارفة تحدد شخصيته من كتر ما كان بيفكر في الفطاير، وطلبت منه يجرب مرة تانية ويمسك الارض، وفي الاخر حددت له انه يبقى في مسكن ادلر. ومن وقتها مسكن لانج شايف انه مختلف وممكن يفسد لهم خططهم، علشان كده لانس قال له هو ده السبب في انهم يركزوا معاك، وفهموا ان مسكن لانج فيه 7 طلاب موهوبين جدا، وان اكيد سيليفيا واحد منهم، علشان كده كانوا عاوزين ياخدوا منه كل العملات اللي جمعها علشان يستحوذوا على كل العملات وما يسمحوش لحد يبقى موهوب السماء غيرهم. ونبه ماشي انه ما يقربش منهم ويحاول على قد ما يقدر كل ما يخرج يبقى معاه تلميذ من مسكن وما يخرجش لوحده مره تانية. ماش وافق على كلامه. تاني يوم بنشوف ماش نسي مكان القاعه اللي يحضر فيها الحصه وحس انه تايه، لكن لا قدامه باب فجاه، وقف قدامه يفتكر يا ترى يسحب الباب ولا يدفعه، لانه دايما بينسى ده وخايف الباب يتكسر لو فتحه بالغلط. اما اللي كان جوه الاوضه فبنشوف سيليفيا بيعتذر من زعيم مسكن لانج المدعو بقبيل وبيطلب منه فرصه تانية، وبنشوف واحد من ضمن تلاميذ لانج بيقول له انت طلبت تنضم لينا وادينا لك فرصه، وفي الاخر خليت واحد من مسكن ادلر يكسب عمله ذهبيه بسبب غلطتك، يعني مالكش فرصه تانية. في الوقت ده علق قابيل وقال له ما كنتش متوقع منه شيء علشان اديله فرصه تانية، والمختارون بس هم اللي عندهم تعليم افضل وعطايا افضل وانقى سلسله دم، وفهموا انهم عاوزين يجمعوا العملات دي علشان يصنعوا عالم خالي من الشوائب، لكن بما ان سيليفيا فشل في المهمه المقدمه ليه يبقى لازم يتعاقب. ومن هنا حول سيليفيا لدميه خشبيه وضمها لباقي الناس اللي حول لهم لدمى، وهو بيبص على الدمى بيقول انا بس اللي هبقى موهوب السماء. في اللحظه دي دخل ماش وهو في ايده الباب اللي كسره علشان كالعاده اتلخبط يدفعه ولا يسحبه، ولما شاف المكان ما فيهوش غير دمى قال لقابيل يا معلم انت مش ملاحظ انك بتتكلم مع شويه دمى ولا ايه؟ واه صحيح انا اسف انك كسرت بابك تقريبا. وبنظره كلها حقد من قابيل رد عليه وقال له شكرا انك لفت انتباهي لحاجه زي كده. زي ما شفنا ماش اتلخبط ودخل الاوضه اللي فيها قابيل وشافه وهو بيتكلم مع شويه دمى. بعدها قابيل سال بطلنا اذا هو الطالب اللي حصل على العمله الذهبيه، وبعد ما عرف ان هو ساله ليه عايز يبقى موهوب السماء هو رد عليه علشان احمي عيلتي واعيش معاهم من غير اي مشاكل. رد عليه قابيل وقال له بس انت فاهم غلط، موهوب السماء ده شخص حاكم في الارض وليه شان عظيم، وانت طموحك قليله يعني ما تنفعش المنصب كبير زي ده. ماش قال له طب انت لو اخدت المنصب ده تعمل ايه؟ قال له هرجع للعالم ده مكانه الصحيح. وفهموا ان البشريه ازدهرت علشان القوي هو اللي بيسلب كل حاجه من ايد الضعيف، وما كانش عاجبه حال المجتمع الحالي لانه بيأوي الضعيف وبيقاتل من اجل المساواه وبيشجع التعاطف ومش عاوز يرجع ديكتاتوريه القوه من جديد. وقال له كل ده عبث ومغمضين عينيهم عن الواقع لاننا وحوش بالفطره، وفي جميع المخلوقات الضعيفه بيتسلب منها كل حاجه وبيستغلوهم لحد ما بيستهلكوا تماما، علشان كده احنا المتفوقين والاقوياء اللي بنظهر، ودي الحاجه الطبيعيه الحقيقيه المفروض نستمر فيها. وببلاها شديده كده ماش قال له كل الرغي اللي انت قلته ده علشان تعيش حياه من غير اي مشاكل برضه. وسحره لانج كانوا سامعين الحوار وشايفين ان ماش يا اما غبي يا اما ما كانش مركز في الكلام اللي قاله قابيل اصلا. وقابيل قال له انا حاسس انك بتهني بسخريتك دي. هو قال له بس انا ما بهنكش ولا حاجه او بسخر منك اصلا. قابيل قال له خلاص طالما انت شايف كده هسمح لك انك تمشي من هنا سليم، لكن بمقابل عملتك الذهبيه اللي معاك دي. ولما ماش رفض اطلق عليه قابيل الدمى بتاعته علشان تحاربه وقال له القرار مش قرارك انت يا ماش. طبعا بطلنا الخارق حطمهم وبص بنظره تحدي لقابيل وقال له افهم من كده انك بتتحداني؟ ويتفاجئ بدمى ضخمه جدا دخلت عليه ومن قوتها ماش فكرها بتروح الجيم ولا حاجه، والدمى الصخريه اخذت العمله من جيب ماش ومعرفش يقاومها من كتر قوتها وادت العمله لقابيل، بعدها رمته في الحيطه بقسوه جدا. بعدها ماش قال لقابيل انا بحسب من اللي قلته انا مش قد التحدي، وهو ماشي داس على دميه وكانت سيليفيا اللي تحول لدميه بسبب قابيل واخده معاه علشان يوديه اوضه الممرضه. قابيل استعجب وقال له انت هتتخلى عن عملتك الذهبيه بسهوله؟ رد عليه وقال له لا مش هتخلى عنها، لكن المساعده هي امر ضروري اكتر وليه اولويه، وما يهمنيش انت قوي قد ايه لاني مش هخسر. بعدها مشي تحت نظرات واستعجاب قابيل، ازاي هو واثق من نفسه كده او يمكن مغفل. بعدها حس انه في شيء غلط وبص على الدميه بتاعته ولقى ان في زرار ناقص فيهم، ولما فتح ايده بدل ما يلاقي العمله اللي اخدها من ماش لقى مكانها زرار. واحده من الصحراء قالت له انا شفت ماش وهو بياخدها لكن ما صدقتش وفكرت نفسي بيتهيألي ولا حاجه، وشرحت له ان في البدايه الدمى اخدت العمله منه، بعدها هو خلق حاجه مجهوله كده ورماها ببقه بسرعه وقوه مهوله وسحب العمله وهو بيعمل شهيق كبير، يعني اخد العمله بمجرد النفس بس. قابيل ادرك ان ماش ذكي جدا مش غبي زي ما كان متوقع. اما بطلنا فكان ثاني
كانت سيلفا ومش فاهم كان بيعمل ايه هناك، وقرر يوديه للممرضه تعالجه لانه فاقد الوعي. وبعد فتره من الوقت بيفوق سيلفيا ومستغرب ازاي رجع بشري تاني ولسه عايش، وما كانش فاكر اي حاجه من اول ما تحول لدمية. وهو قاعد يتساءل ومستغرب كده اتفاجئ بوجود ماش قدامه بيتمرن واتصدم جدا وقال له انت اللي انقذتني. هو قال له ايوه. شفت سيلفيا كان مستغرب جدا وقال له عملت ليه كده وانا كنت عدوه. بطلنا طيب القلب قال له لما يكون في حد في خطر يبقى كلنا واحد. بعدها لبس لبسه وقال لسيلفيا انا همشي بقى دلوقتي اهتم بنفسك. سيلفيا في الاوضه مستغرب من تصرف ماش وكان شايفه احمق لان العالم ده مليء بوحشيه القلب. وفي مسكن ادلر بنشوف لانس ودوت كانوا قاعدين مع بعض، بعدين اتخانقوا بسبب لانس مش عاجبه قصه شعر دوت الجديده، فين كان بيحاول يهديهم لانهم متعصبين جدا وزهق من خناقاتهم دي. ودوت كان متعصب من لانس لانه وسيم جدا ومش عاوز يشوف وشه ولا قيمته الطويله دي لانها بتزيد من جماله وبتخلي البنات حواليه معجبين بيه، وده امر بيعصب دوت ونفسه كل الوسيمين يموتوا علشان واحده تعجب بيه هو. وقال لانس استعد علشان انا اللي هقتلك من هنا، وقرروا يتقاتلوا مع بعض. فين كان هيتجنن منهم لكن ما كانش همه انهم بيتخانقوا مع بعض، واللي همه انهم بيتخانقوا في اوضه ومصدعينه. في اللحظه دي بطلنا ماش دخل وهو كاسر الباب في ايده برضه علشان نسي بيتسحب ولا بيندفع كالعاده. بنشوف دوت بقى بيدي الفين هديه مقابل انه يسيبه يعمل اللي عايزه في اوضته، يتخانق بقى يتشقلب، المهم ما يعملش حاجه غير بمقابل. فين كان مستغرب ان دوت غليظ لكن اخلاقه العاليه دي احرجته الصراحه، وجايب له شاي عشبي بروائح لذيذه. وماشي اللي دايما في عالم موازي وفي حته لوحده كده واقف بياكل الفطاير بتاعته بيقول لهم كالعاده بدانا يوم جديد جميل، وكان مستمتع بالاكل بتاعه. لانس قطع لحظه استمتاعه دي وقال لهم احنا لازم نحط خطه علشان نجمع العملات الذهبيه، ودوت كل اللي همه هو عاوز حبيبه ليه. في اللحظه دي دخلت ليمون البنت اللطيفه اللي بتحب ماش وعرفنا اسمها اخيرا، وقالت لهم ايه ده اربعه رجاله مره واحده، انتوا ازاي تتجمعوا كده وتدخلوا على واحده بنت جميله زيي؟ فين قال لها فو يا بت انت اللي دخل علينا اصلا. هي قالت له اه صحيح نسيت، المهم تعالوا كلوا معايا. وودتهم مكان فيه مقياس السحر وشرحت لهم ان المقياس ده بيوضح عدد العملات الذهبيه اللي عند كل مسكن، ولما شافوه لقوا ان مسكن لانج عنده اكتر عملات ذهبيه وهم 15 عمله، والمسكنين التانيين عندهم عمله واحده بس، والعمله بتاعت مسكنهم هي اللي جابها ماش. وفهمتهم ان السنه دي مسكن لانج بياخدوا العملات من باقي المساكن وانهم لازم يتفوقوا عليهم، والا هم اللي هياخدوا منصب موهوب السماء السنه دي، علشان كده لازم يمنعوا خطه مسكن لانج في اقرب وقت قبل ما النتيجه تتحسم. وهي واقفه بتشرح ومتعصبه كده بنشوف دوت واقف مبهور بجمالها وعاجبه جمالها، وهي متعصبه مش مركز اصلا في خطوره الوضع. اما ليمون في فجاتهم وهي بتقول لماش انا هعتمد عليك انت بالذات في المهمه دي، ولانس قال لهم الحل الوحيد اننا نلقن لانج درس ما ينسهوش. بطلنا ابتدى يسخن عضلاته ومبسوط انه اخيرا هيدخل في الاكشن اللي بجد. بعدها بنشوف ماش في اعشاش البوم بعد ما الرئيس عاجبه على عبثيته بتنظيف المكان ده لمده اسبوع كامل، وهو بينظف اتفاجئ بدخول لانس وبيقول له انا جاي علشان اساعدك. وهو كان متفاجئ ليه لانس عاوز يعمل كده وساله عن السبب، رد عليه وقال له علشان مسكن لانج بقى مستهدفك بما انك معاك عمله وهما بياخدوا العملات من المساكن. ماش قال له انت مهتم بيا قوي كده ليه؟ هو اتعصب وقال له اسكت علشان ما اقتلكش انا مكانهم. ومن جانب اخر بنشوف راجل ضخم ومتحول لدميه اسمها اورول، ومعاه شاب من التلاميذ السحريه وبيقول له عارف يا اورول ان الوقت بيعدي ما بيرجعش تاني. هو قال له طبعا عارف والكل عارف، وبطل تقول كلام تافه زي ده بعمق كانك بتقول معلومات مفيده، يعني بتضيع وقتنا على الفاضي، خلينا نروح نجمع شويه عملات يا عم. ماش هو لسه مستمر في التنظيف فجاه سمع صوت سحر وفي ميه ظهرت قدامه كده وشفطته، ولانس اتصدم. في اللحظه دي دخل الضخم اولر واللي معاه وقالوا له احنا هنا علشان ناخد عملاتكم، وعرفوا بنفسهم انهم من مخالب مافيا لوبوس. واولر قال لهم انتوا مساكين ما تستحقوش ان حد فيكم ياخد لقب موهوب السماء، علشان كده خلينا نتقاتل على العملات مع بعض. في الوقت ده بطلنا كان بيغرق لانه ما بيعرفش يقوم وعمال يقول لهم انا ما بعرفش اسبح. اولر قال له حس كده بقى خلينا اساعدك، وحول نفسه لسمكه قرش واخد ماش ونزلوا في الميه بشكل عميق. وكده اتفضل لانس في مواجهه الشاب اللي مفكر نفسه بيقول حكم ده. الشاب قال له هقول لك كلمتين مهمين، في اي معركه في خاسر وفي فايز دايما. وطبعا لانس فرهد منه وحماسه قل لانه مفكر انه هيقول حاجه مهمه فعلا، لكن طلع تافه وبيقول اي حاجه وبيضيع وقت على الفاضي. وابتدى الشاب يطلق سحره، ولانس قدر يعرف نقطه الضعف في السحر بتاعته ويعرف ازاي يهزمه بسحر الجاذبيه بتاعه، لكن شاف البوم
حوالين الشاب وافتكر اخته انها ما كانتش هتحب يأذي البوم لانها شايفة ان دي كائنات برية ملهاش ذنب تموت بسحر الجاذبية. والشاب لما شاف لانس متردد اطلق سحر تاني وقال له انت عصايتك مصنوعة من المغولينا، معنى كده انك من العيلة الحاكمة وكمان هم مشهورين بسحر الجاذبية، بس انا سمعت ان ابن العيلة دي هرب، مش معقول يكون انت لانك ضعيف ومش عارف تواجهني واكيد هربت بسبب ضعفك ده. وفهموا انه بيلاقوا مؤتته الحقيقية في هزيمة الضعفاء امثاله، وكان شاف ان هزيمة لانس هتزيد قوته بما انه حاكم واستمر باطلاق السحر عليه. لكن لانس عرف يبعد البوم عن الشاب باستخدام السحر وقال له دلوقتي جه دوري بقى ان رد عليك. طبعا الشاب كان مصدوم ان المانع اللي خلاه ما يقتلوش لحد دلوقتي كان مجرد بوم بس، وتعصب واطلق سحر قوي جدا. لكن لانس كان سحره اقوى لدرجة وقعت الشاب في الارض وقال له شكلك بتتقاتل مع غيرك علشان تثبت انك اقوى. هو قال له انت غلطان، كل اللي بعمله ده علشان اختي. والشاب استهزأ وقال له هو ده بقى السبب اللي يخليك هنا. رد عليه لانس وقال له واحد متنمر زيك كده هيفضل ما عندوش فرصه قدام شخص بيحاول ينقذ اخته. وبنرجع لابطالنا وبنشوف ماش بيعرف ينقذ نفسه من الغرق تحت صدمه القرش اولر من سرعته في الحركه، وافتكر ان ماش قال انه ما بيعرفش يسبح، امال اللي بيعمله دلوقتي ده. اولر بيرجع لطبيعته اللي هي الدميه من جديد بعد ما ضربه ماش وطلعه من الميه. ولانس خلص طبعا على الشاب اللي واجهه واتريق على قوه السادس والسابع من مافيا لوبس اللي عمالين يتكلموا على انها قويه جدا. ماش اكد على كلامه ان قوتهم طلعت ضعيفه جدا ومش محتاجين يبذلوا جهدهم علشان يهزموهم. وهما ماشيين اتفاجئوا بالشخص المقنع وقال لهم كلامكم ده ضايقني عن المافيا ولازم تنتبهوا اكتر لكلامكم بعد كده. ولانس مسك عصايته السحريه فورا لكن اتصدم لانه معرفش يطلق سحره قصاد المقنع ومش فاهم السبب، وقال لهم انا هنا علشان حلفائي مش محتاجين تعملوا معايا حاجه دلوقتي. ماش بسرعه مهوله هجم على المقنع علشان يضربه، لكن بنفس السرعه الصادمه المقنع غير مكانه ومفيش اي ضربه وصلت له. لانس كان في حاله من الدهشه لان الشخص اتحرك من غير ما يستخدم سحره حتى. والمقنع بص لهم وقال لهم قلت لكم انا جاي هنا علشان حلفائي مش اكتر، لكن ما تقلقوش هنتقابل في القريب العاجل مره ثانيه، وسابهم ومشي. لانس في اللحظه دي قال لماش انا بسحب كلامي وبقول المره دي بقى ان الوضع اصبح خطير جدا وهنبذل جهد كبير جدا الفتره الجايه. اما المقنع هو لوحده كان متفاجئ بسرعه ماش لما هاجمه وقال سرعه زي دي من غير سحر معنى كده انه زيي، فيا ترى المقنع فاشل في السحر وقوته بنفس قوه ماش علشان يشبهه بنفسه كده ولا ايه الحكايه بالظبط؟ بنبدا مع ماش في المطبخ وبيعمل اكتر حاجه بيحبها كالعاده وهي فطيره الكريمه. في الوقت ده لانس بيقول له ان ذئاب السحر دول الفئه الوحيده اللي واخده على تصنيف في المدرسه وانه مش حابب فكره انهم يقعدوا ساكتين كده وهم متفوقين عليهم، ده غير ان بسبب المنافسه اللي بين المساكن في المدرسه كل مسكن مختفي عن التاني. علشان كده لانس عاوز يعرف اماكن ذئاب السحر دول علشان يعرفوا يرجعوا منهم العملات. وكالعاده ماش في دنيا تانيه خالص وما كانش مركز مع لانس، وطبعا لانس تغاضى عن بلاقه ماش دي وقال له انت بقالك شهر في المدرسه دي علشان كده خد الزي الرسمي للمسكن الخاص بينا ده. وفضلوا يتكلموا عن الشعار اللي في الزي لحد ما اتفاجئوا بدخول ليمون وبيقول لهم ان توم اللي كان مع ماش في مسابقه العمله الفضيه قبل كده في مشكله كبيره وكلهم راحوا العياده وسالوه ليه شكله تعبان كده. هو قال لهم ان ده الشيء اللي مش قادر يفتكره ولما نام حلم انه محبوس في صندوق ضلمه وكان واعي وقتها لكن مش عارف يتكلم والامر استمر لساعات وحاجه اشبه بالكابوس. ماش قال له انت بس اللي ناقصك يا فطيره الكريمه. طبعا ابطالنا تجاهلوا تفاصيل ماش دي ولانس سال توم حاسس بايه دلوقتي، هو جاوبه انه لسه حاسس بدوخه وتعب ومبقاش يعرف ينفذ اي تعويذه دلوقتي ومش حاسس بالسحر زي الاول في جسمه وكانه حد امتصه. بعدها لانس ساله كمان ليه هنا في عدد كبير من المرضى، هو قال له انهم كمان خسروا سحرهم بشكل مؤقت وده حصل بعد ما تم استدعاء الناظر لمكتب السحر. وابطالنا كلهم دخلوا في لحظه صمت لدقايق كده. بعدها ليمون ادى لماش فطيره وقال له ما يعملش اي شيء خطر ويحتفظ بالفطيره دي علشان كل ما يبص لها يفتكرها. لانس ما كانش فاهم مالهم دول. بنشوف الساعه 11 بالليل بعد انطفاء الاضواء، ابطالنا ماش ولانس ماشيين مع بعض عادي ولانس بيقول له انه حاسس ان كل اللي ورا الاحداث اللي حصلت لتوم دي هم جماعه ذئاب السحر. وقتها ماش ساله اذا عايزهم يتجولوا في المدرسه بعد الدوام بتاعهم، هو قال له بس انت شخص بيلتزم بالقوانين جدا. وفجاه دخل دوت مع فين وقالوا لهم لو قوضتوا علينا هنعتذر بسيطه يعني. لانس بص لدوت وفين وقال لهم انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ دوت قال له اكيد علشان العملات زيكم. فين قال له بس انا مش عاوز ابقى لوحدي في الاوضه. وقتها ماش علق وقال للانس انا حاسس بالشفقه عليهم خلينا ناخدهم معانا وخلاص. بعدها لاحظوا ان ليمون ماشي قدامهم ولانس كان حاسس انه مش مطمن وفي حاجه غريبه. دوت اللي بيحب على روحه ده اول ما شافها كان عاوز ينادلها علشان تبص له لكن لانس
حط ايده على بقه علشان يسكته فورا وقال له ان في شيء غلط بيحصل. وبالفعل دي ما كانتش ليمون وكانت دميه على شكل ليمون، وهم اول ما لاحظوا ده استخبوا بسرعه قبل ما تشوفهم وقرروا يمشوا وراها علشان يشوفوا هي رايحه فين. لكن فجاه اختفت من قدامهم وهم ما كانوش مستوعبين ازاي اختفت وهو في نهايه الطريق حيطه مسدوده اصلا. وفجاه فين سمع اصوات وسالهم اذا في حد سمع الصوت ده. دوت قال له مفيش صوت اصلا. هو قال له بس انا سمع صوت كده زي صرير الخشب. دوت كان لسه هيزعق ان مفيش صوت لكن سمع هو كمان الصوت فجاه. لانس قال لهم هدوا شويه علشان دي مجرد تعويذه، وابتدى يستخدم عصايه سحريه والقى سحر الكشف فظهرت بوابه على الارض ضخمه وقال لهم سحر ده اقصى حاجه يقدر يعملها انه يكتشف المستخبي بس، وكانوا عاوزين تعويذه تانية تقدر تفتح الباب. ماش قال لهم تعويذه ايه والعبد لله موجود، وراح جاب تمثال وسيفه بقوته وقدر انه يفتح الباب بسهوله. وهما ما كانوش متفاجئين قوي لانهم عارفين قوه ماش غريب الاطوار دي. اما لانس فقال لهم ان ليمون هنا جوه البوابه دي مع ذئاب السحر. في الوقت ده ماش طلع الفطيره اللي ليمون اديتها له وافتكر لما قالت له ما تعملش شيء خطر وقال انا اسف دلوقتي هعرض نفسي للخطر، وابتدوا ينزلوا لتحت من خلال البوابه السريه دي وعرفوا ان اعدائهم اختاروا المكان ده كمخبأ سري ليهم. لكن اتفاجئوا بوجود حلبه قتال اول ما نزلوا وظهر لهم شخص بيقول لهم دي حلبه قتال قديمه والاساتذه الحاليين ما يعرفوش بوجودها. لانس سالوا انت واحد من ذئاب السحر؟ رد عليه وقال له لا انا هنا بطلب من الفرد الثالث ووظيفتي حاجه كده زي مكافحه الحشرات، ولو عاوزين تعدوا من هنا يبقى تراهنوا بعملاتكم في المعركه، ومع ذلك انتوا هتمشوا من غير عملاتكم دي ومش هتشوفوها تاني اصلا. لانس كان عاوز ينزل المعركه اول واحد لكن وقفه دوت وقال له انا اللي هواجهه لان مفيش حد بيكره الاشخاص الوسيمين قدي. ابطالنا كلهم شجعوه علشان يفوز في المعركه دي، وهو واقف قدام الوسيم وقال له انا عارف ان عندك نادي من المعجبين بسبب وسامتك دي علشان كده انا هموتك هنا. ماشي وفين كان عاجبهم حماس دوت جدا. اما لانس فكان شايفه مثير للشفقه علشان عايز البنات تحبه زي ما بيحبوا الوسيمين. والوسيم قال لدوت طالما انت متضايق قوي كده وانا احسن منك في الشكل والمهارات يبقى خليني اوريك الفوز ازاي، وابتدى جايز التعويذه بتاعته ورماها على دوت. بعدها دوت حاول يتجنبها على قد ما يقدر والوسيم قال له انت اللي هزمت طالب السنه الثانيه سيليفيا مش كده. وقتها دوت حس بالاحراج وقال له في الحقيقه هو اللي ضربني ضرب مبرح جدا وما قالوش ان ماش هو اللي هزمه. الوسيم كمل كلامه وقال له من العار ان تلميذ زي سيليفيا عنده خطين سحر يتهزم، لكن كميه السحر ملهاش قيمه لو محدش عارف يستخدمها بشكل صحيح، وخليني اقول لك اني اقوى بكتير من سيليفيا ده. دوت بكل ثقه قال له حتى لو كنت اقوى منه هتخسر برضه، واستخدم سحر وخلق دوائر سحريه حوالين الوسيم وقال له الدوائر دي قنابل وقوه الانفجار اقوى 5 مرات من القنابل العاديه. الوسيم قال له انت مفكر اني هقع في فخ مكشوف زي ده؟ اكيد مستحيل. هو قال له ده شخص زيك انت بالذات هيقع في الفخ ده. الوسيم ما كانش فاهم اللي بيدور في دماغ دوت لانه لازم يدوس بنفسه على الدوائر دي علشان تنفجر، ولو ما دسي مش هتحصل حاجه فاكيد مش هيدوس. لكن قرر مركز مع التفاهات دي ولما تعويذه على دوت اللي ربطه بقوه وخلاه عاجز عن الحركه، وقال له هجومي ده علشان يشل حركتك والهجوم ده هيخلص عليك تماما، وابتدى يستخف بيه وان مهاراته ضعيفه مقارنه بيه. وطبعا ده عصب دوت جدا وقال له مين قال انها بالسهوله دي، ونزل بجسمه وهو ملفوف بالديل الوحش اللي في التعويذه على دوائر القنابل فجره وحرر نفسه تحت صدمه خصمه وقال له تعويذه قنبله الانفجار بتشتغل بشكل مؤقت وانت مفكر ان مش جريء كفايه علشان احطم كوم قنابل موقوته قدامك مش كده، واستخدم تعويذه وفجر الوسيم وقال له علشان تبقى تحكم على الناس من اشكالها تاني. وبكده دوت الشجاع قدر يهزم الوسيم. بعدين بيشوف رئيس الاكاديميه والبريك تم استدعائه من قبل كبير الشيوخ وبلغوا ان في 6 من السجناء اللي اتحكم عليهم بالموت هربوا وحراس السجن اتذبحوا واللي ساعدهم على الهروب هو البريء الوحيد زيرو. وبنرجع لابطالنا وبنشوف دوت فرحان بانتصاره وبعدها بيلاقوا الارض بتمتصهم بالتدريج وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل. بنشوف لانس ينزل في مكان لوحده وظهر قدامه شخص بيقول له انت طالب السنه الاولى اللي بتحط سحر مزدوج وانا كنت عاوز يقع في ايدي راس الفطر ماش علشان كده لازم تكون قوي كفايه علشان ما ازعلش على خيبه املي دي. اما دوت وفين فنزلوا في مكان واحد مع بعض وطلع لهم شخصين كمان من ذئاب السحر وكانوا بخطين سحر، وده رعب فين جدا ودوت شجعه انهم يواجهوهم بدون خوف وبص بثقه لخصمه وقال لهم انتم مجرد شخصيات ثانويه هتتهزموا قدامنا. بطلنا ماش نزل في مكان لوحده ومتفاجئ ليه اصحابه مش معاه لحد ما المقنع اللي شفناه قبل كده دخل وقال له ايه ضيعت اصحابك ولا ايه؟ ماش قال له انت تاني؟ هو قال له اتقابلنا تاني ومهاراتك المره اللي فاتت كانت مبهره، وساله اذا ما بيعرفش يستعمل السحر فعلا. بطلنا اتوتر وحاول يكذب لانه ما ينفعش يقول انه مش بيعرف يستخدم سحر في اكاديميه السحر. المقنع قال له مش محتاج تكذب عليا لاني زيك واحنا الاثنين منبوذين من المجتمع واكيد عندك اسبابك علشان تبقى موجود هنا، لكن انا كمان عندي اسبابي. ماش قال له انت مفكر ان ده سبب
سبب كافي علشان تقدر تهزمني، لكني هزمك اشد هزيمه بكل ما عندي. وبنرجع لمعركه لانس مع الشخص اللي طلع له وعرفه بنفسه انه ورث مادل العضو الثالث في ذئاب السحر، وقال له لو طلعت مضيعه الوقت هتدفع الثمن وجهز نفسه علشان يرمي التعويذه. لكن لانس قال له خليني ما ضيعش وقتك وامشي انا من هنا، واستخدم تعويذه الجاذبيه بتاعته، وده اثار اعجاب ورث جدا وابتدى يعمل نسخ طين كتير جدا. ولانس قرر انه ما يخرجش من هنا الا لما يدمر الجسم الحقيقي لورث، وابتدى يدمر المكان كله بتعويذته لحد ما ظهر ورث من وراه وثبت رجله بالطين وقال له انت عيله كلاون بتاعتك مشهوره بسحر الجاذبيه، وده معناه انك من سلاله حلوه قوي، يبقى ليه انت في مسكن ادلر موهبتك هتضيع هناك؟ ليه ما تنضمش لذئاب السحر؟ مهارتك مش وحشه خالص وهتبقى كويس لو تحت امري. علشان شيء مخزي جدا ان شخص بمهارتك دي يبقى عالق في مسكن ادلر الضعيف، ونموك طبيعي بيعتمد على اللي حواليك، وانت محوط نفسك بشويه قمامه دلوقتي وده هياثر عليك فيما بعد، ولو بقيت من ضمن ذئاب السحر هيبقى شيء رائع جدا ليك لان عندنا الموهبه، وبنحظى بافضليه التعليم وجرعه وادوات احسن بكتير، وبيئتنا اتصممت علشان تطلع احسن ما فينا. رد عليه وقال له البيئه الافضل مش كل حاجه، لان لما يكون وراك قناعات حقيقيه دي الاهم. ورث كان متفاجئ بالكلام ده جدا. لانس قال له لو مش عارف تفهم كلامي خليني اقول لك انت مجرد واحد من الدرجه الثانيه. رد عليه وقال له يبقى انت مش عارف انت واقف ضد مين. وقبل ما يعمل حاجه لانس استخدم تعويذه الجاذبيه وخبط بيها ورث في الحيط، وبضحك منه قال له للاسف هبوظ تعويذتك بالطين اللي هحطه ورايا ويفسد الجاذبيه بتاعته. لكن بذكاء لانس قدر يشكل صخور طينيه باستخدام تعويذته وضرب بيها ورث تحت صدمه انه اكتشف دفاعه وخطته. بعدها قال له انت قلت كل ما تكون البيئه افضل السحر بيبقى افضل مش كده؟ اتضح بقى ان انا بيئتي افضل منك. ورث اتعصب وقال له انت مفكر انك كده هزمتني، وراح مطلع ازازه فيها خلاصه سحريه مركزه وشربها وقال له دي واحده من الامتيازات اللي اخدتها من ذئاب السحر. وقوى السحريه ابتدت تتزايد وتتضاعف وقال له دلوقتي هوريك مين فينا القوي، واستخدم تعويذه وصنع بيها وحش ضخم جدا من الطين. وفهم لانس انهم قالوا له قبل كده ان كل ما تزيد انجازاتك كل ما يبقى ليك قيمه في العالم ده، بما ان السحر هو كل شيء يبقى لازم يبقى قوي ويحقق انجازاته في السحر، واللي ما يعرفش السحر ما عندوش قيمه، علشان كده قرر يبقى دايما الاقوى. وقال له انت ما تعرفش انا قاتلت قد ايه علشان اوصل هنا واثبت ان ليا قيمه، وواحد زيك لما يحوط نفسه باشخاص عدمين الفائده زي مسكن ادلر كده عمره ما يبقى حاجه ولا ليه اي قيمه. رد عليه وقال له ما كانش حقك انك تقول عليهم عدمين الفائده، انا الشخص الوحيد اللي معاهم يبقى انا اللي قرر هم معايا ولا لا. وابتدى يستخدم تعويذه التعذيب على الوحش الطيني عن طريق اعمده تعذيب قويه حاوطت الوحش الطيني ده وخلته ما يتحركش تحت صدمه ورث. ولانس قال له الاعمده دي بترسل قوه سحب جاذبيه شديده والوحش بتاعك محبوس بينهم وهيفضل يتحبس كده لحد ما يتقطع حتت حتت. ورث كان واقف مش مستوعب انه اقوى تعويذه عنده وتتهزم بالسهوله دي، وافتكر كلام ابوه بيزعله انه مع مجموعه ضعيفه خلته فاشل زيهم، وفهمه انه لازم يقاتل بقوه ويحوط نفسه باشخاص اقوياء علشان يثبت ان ليه قيمه، والا هيدمر سمعته وسمعه عيلته دي. ولما اتهزم من لانس ادرك انه فعلا بلا قيمه زي ما ابوه كان بيقول وبيتكلم عنه. وقتها لانس اداله كتابه اللي كان واقع على الارض وقال له الكتاب ده شكلك فضلت تذاكر كتير قوي فيه، وساله ايه اللي ممكن يدي الانسان قيمه من وجهه نظره. ورد عليه وقال له ان ابوه وامه فهموني القيمه بالمكانه الاجتماعيه والنفوذ العالي. هو قال له يمكن انا وانت اتربينا بنفس الطريقه. ولما افتكر ببساطه اخته الصغيره كمل كلامه وقال له انا بقى بشوف ان النفوذ دي طريقه غلط علشان نقول انها هي اللي بتدي قيمه للانسان، وانا ما بحبش طريقه كلامك لكن انا بحترم الجهد اللي بتبذله علشان تثبت نفسك، وسابه ومشي. وقتها ورث كان واقف لوحده وادرك انه عمره ما فكر زي لانس كده، مع انه عنده حق في كل كلمه قالها، لكنه اتضايق علشان لانس اقوى منه وقال له انا بحترمك، هو فكر الكلمه دي معناها اهانه لي. وبنيجي بقى للمعركه المهمه جدا بين المقنع وبطلنا ماش، وبنعرف ان المقنع ده اسمه ابس وده النائب الثاني لذئاب السحر، وبتبدا المعركه بينه وبين ماش بهجوم بطلنا الاول عليه. لكن بسهوله ابس اتجنب هجومه وقال له انت مستحيل تقدر تفوز عليا، وهجم بسرعه كبيره على ماش واصابه اصابه قويه جدا. وبطلنا واقف ينزف، ساعتها ابس قال له فهمت اننا مجموعه لا تقهر ولا لسه، انت تقدر تكمل قتالك معايا بعد ما عرفت اني من مجموعه ذئاب السحر، لكن برضه مش هتساهل معاك. رد عليه ماش وقال له مفيش حاجه من اللي انت قلتها دي مهمه بالنسبه لي. هو قال له المهم بالنسبه لك انك تعيش مع عيلتك بسلام مش كده؟ كل ده شيء مقزز بالنسبه لي، لان كل ما افكر ان ظروفك نفس ظروفي بفكر بالطريقه دي، يبقى معناه انك كنت في نعيم كبير، علشان كده يلا
يلا وريني اللي عندك من قوة. ووراه ليمون وهي محبوسة في جهازه، فهموا ان الجهاز ده بيستنفذ قوة السحر، وفي 30 دقيقة هتكون مستنزفة تماما وتفقد علامة السحر بتاعتها وتفقد قدرتها على السحر للأبد. وقال له بكده صاحبتك هتبقى زيك ما بتعرفش في السحر، اكيد ده هيخليك مبسوط مش كده؟ ماش قال له انت اكيد ما بتقولش الحقيقة، لانك لو بتقولها القناع اللي انت لابسه ده يتخلع من وشك حتة حتة. ابس وقتها قال له طالما انت عنيد قوي كده خلينا نكمل قتالنا. واول ما بدأوا القتال ابس طعن ماش بالسيف بقوة في بطنه، وده خلاه واقف ينزف مكانه مش قادر يتحرك اصلا. وابس قال له كل اللي بيقول كلام جامد عن نفسه بيطلع ما بيعرفش يعمل حاجة في الاخر زيك كده. فضلت تتفاخر بالكلام وفي الاخر يعني مش قادر تنقذ نفسك ولا حتى تنقذ غيرك. لكن المفاجأة ان ماش كان ساكت مش علشان عاجز عن الحركة، وانه كان قابض عضلات بطنه وقدر يحمي نفسه من انه يتأذي بالطعنة تحت ذهول ابس اللي مش فاهم هو ازاي قدر يقاوم طعنة قوية زي دي. بعدها ماش بضربة راس قوية جدا ضرب ابس وكسر له القناع بتاعه. وقتها ماش اتفاجئ اول ما شاف العين الحمراء لابس وسأله اذا عينه بتنزف. وقتها ابس استغرب جدا وقال له انت مش عارف ايه معنى العين الحمراء دي؟ هو قال له لا مش عارف، واعتذر منه لانه فكر انه ضربه لحد ما عينه نزفت. اما ابس فقال له مفيش داعي للاعتذار، وشرح له ان العين الحمراء بتاعته دي اسمها العين الشريرة، ودي عين ملعونة بتبطل بشكل مؤقت سحر اي شخص بيبص لها. وقال له السحر هو كل حاجة في عالمنا، علشان كده انا منبوذ وهدف للاستحقار. ماش قال له حاسس بالشفقة عليك علشان للأسف مش هتقدر تستخدم العين الشريرة دي عليا. وقتها خصمه ضحك وقال له مفيش مشكلة، انا اصلا عدو لكل اصحاب السحر، بس وطول عمري مكروه والكل بيخاف مني ومن عيني حتى اهلي، علشان كده شخص محظوظ زيك مش هيفهم يعني ايه تتمنى انك ما كنتش تبقى مولود من الاساس اصلا. بعدها اطلق المستوى التاني من نطاق القوة علشان يكمل قتاله مع ماش. وفي الوقت ده بطلنا اتفاجئ بوجود سهم عليه، اما ابس فضرب ماش ضرب مبرح بشكل مفاجئ وربطه بالطاقة بتاعته، لانه خلق حقل بيخفض من سرعة الشخص، وبسبب الحقل ده خفض سرعة ماش. وقال له ما تتفاجئش لما تحس انه سرعتك قلت، لانك في حقل السرعة بتاعي، وكل لما سرعتك تقل كل اما سرعتي تزيد، لاني ببساطة بمتص سرعتك. ولما شاف ماش بيحاول يعمل حاجة علشان يحرر نفسه قال له استسلم لانك المرة دي هتتهزم قدامي. لكن اتفاجئ اول ما شاف ماش بيحطم الارض وكان مصدوم، ازاي حتى بعد ما ابطأ سرعته قدر يخرج من كل الكم ده من القوة بتاعته؟ وتعصب جدا وقال له حتى لو هجمت عليا بالطريقة دي انت مش هتقدر تهزمني اصلا. وقبل ما يكمل كلامه بطلنا ماش ضربه. وقتها ابس ادرك ان ماش شق الارض لنصين علشان يقلل من حركته، وقرر يتراجع علشان يخطط لحركة جديدة. لكن ماش داس على رجله علشان يوقف حركته، وابتدى ينفذ ضربته القتالية وهي سحر العضلات المفتولة، وفعل اندفاع الاعصار على ابس. علشان كده بنكمل احداثنا مع ابس المتمسك في الفوز، لانه شايف انه لو مفسي في المعركة دي ما عندوش سبب تاني انه يعيش. وهاجم ماش بقوة، لكن بطلنا الشجاع قدر انه يهزمه. وبنشوف ابس وعلى الارض مهزوم وبيتكلم بحسرة كبيرة وبيقول لماش كان هيجرى ايه لو اتولدت زي باقي الناس؟ انا كنت طفل لما اكتشفت قوة عيني، واهلي كانوا مصدومين لاني بمثابة اهانة للسحر زي الاطفال اللي ما عندهمش علامات سحر واتذبحوا. وبما ان وجودي كان شاذ بالنسبة للعالم، اهلي حبسوني في زنزانة في القبو واتظاهروا كاني ما اتولدتش اصلا، لحد ما جه اليوم اللي اهلي حاولوا يقتلوني بايديهم فيه، وعشت بالعافية وانا مدرك ان ما كانش هينفع اتولد من البداية. لكن رغم كده السيد ابيل قائد ذئاب السحر احتاجني، وبهزيمتي اللي حصلت دي اثبتت ان حتى مش قد ان اكون اداه في ايده علشان يحقق اهدافه. واديني في نقطه الصفر من جديد ومحدش هيعوزني ولا هيحبني. وفي لحظات الانكسار دي رد عليه ماش وقال له انت عندك حق، يمكن انا محظوظ لاني ما حسيتش باللي انت مريت بيه، لكن نقدر نكون اصدقاء. وهو قال له انت بتتاثر بسرعه ونفسي ابقى زيك كده، لكن ما تتعبش نفسك علشان الموضوع مش سهل زي ما انت مفكر، لاني شفت كتير غيروا معاملتهم معايا بسبب عيني، وانت حتى لو وافقت دلوقتي هتغير معاملتك معايا بعدين زيهم. ولما شاف طيبه ماش نصحه ما يقربش من ابيل ويستسلم احسن. لكن بطلنا الواثق في قدرته قال له انه مش هيرجع في
قراره ولازم يضرب أبيل ده ضرب مبرح، وأما عن إنه هيغير معاملته معاه فده مستحيل. وضح له إنه أبوه علمه كده وقال له هنتقابل تاني وهناكل مع بعض فطير الكريمة اللذيذة، وسابه ومشي. وقتها إبس كان مستعجب ماش غريب الأطوار ده. أما دوت وفين فالبنت لوف عرفتهم بنفسها إنها النائب الخامس في ذئاب السحر، وبصت لدوت وقالت له أنت بتحبني، وسألته إذا هي لطيفة أو نوعه المفضل. طبعا بطلنا اللي بيحب البنات ده كان قرب يفقد عقله لأنه بيحب نوعية البنات دي أو البنات كلها أصلا. بعدين اعتذر لها بصعوبة وقال لها أنا بخطط إني أرتبط بليمون، معلش مش هتجوزك أنت بقى. فين كان مستغرب ماله العبيط ده. أما لوف قالت له طالما بتحب غيري خلاص أنت هتموت هنا دلوقتي، واستخدمت سحرها للهجوم. دوت حاول ينجو من سحرها بالعافية لأنها بنت بعلامتين سحر يعني قوية جدا. وبعد هجومها القوي ده سألته ها بتحبني ولا تموت. بطلنا الحبيب قال لها أنا آسف لسه برضو مقتنع إن أرتبط بليمون وأنا راجل مخلص. وقتها ردت عليه بهجوم أقوى، بعدها قالت له أصلا أنت مش فاهم، أبويا قال لي قبل كده الراجل اللي ما يقدركيش اقتليه علشان كده هقتلك دلوقتي. وبعد ما دوت آمن على الأرض وقف قصادها ومسك عصاية سحرية وقال لها خلاص قولي لأبوكي إنه غلط، وابتدى يستخدم سحره. وهي لسه بتقول له أنت مفكر إن سحرك هيقدر يعمل لي حاجة، اكتشفت إنه ما أطلقش سحره عليها هي، وأطلقه وراها علشان يعمل غبار قوي ويحجب لها الرؤية. وفهمت إنه عاوز ياخد عصايتها السحرية من إيديها، وبرد فعل سريع أطلقت هجوم جديد خلته يقع على الأرض واستهزأت بيه. بعدين قالت له خليني أقول لك إن النائب الرابع في مجموعة ذئاب السحر هيستهدف صاحبك ماش، وسحره بيحول أي حاجة لحجارة، يعني بمعنى صح لو أنت معرفتش تهزمني وتخرج من هنا فخلال نص ساعة صاحبك هيتحول لتمثال. ودخلت فكر السخرية منه إنها بتشفق على ماش اللي محاط بأصحاب ضعفاء زي، وإنه جاهل علشان يتحدى أبيل. وقتها دوت كان جوه الإعصار اللي هي أطلقته عليه وزعلان إن عندها حق وإنه مش هيقدر يهزمها ومش قادر يعمل حاجة، وحاسس إنه بيحتضر جوه الإعصار ده. في اللحظة دي افتكر هو صغير كان معاه مكنسة سحرية جديدة وإداها للعيال اللي بيتنمروا عليه علشان خايف. ساعتها في واحدة كبيرة نصحته ما يخافش ويواجه، وإن المتنمرين دول مش أصحابه، وإن الصاحب الحقيقي هو اللي بيزعل أو بيغضب علشانه. وقالت له لما تلاقي الصاحب الحقيقي ده اوعى تخونه واحميه دايما بكل ما تملك. وجه في باله لما ماش ساعده لأنه غضب لما سيليفيا كان بيقتله، وأدرك إن ماش هو صاحبه الحقيقي اللي لازم يحميه ويدافع عنه زي ما هو دافع عنه قبل كده. في الوقت ده لوف كانت عارفة إن دوت مش هيقدر يكسر تعويذتها، فاتجهت لفين علشان تقتله هو كمان، لكن دوت حطم تعويذتها وقال لها لسه دوري ما انتهاش، وهي اتصدمت من قوته، ازاي قدر يحطم التعويذة دي بسهولة؟ ده غير إن التعويذات اتلغت وصعد لمستوى أعلى من القوة بشكل مفاجئ. وفجأة شافت علامة على جبهة راس دوت واتصدمت، لأن العلامة دي سمعت عنها قبل كده إن الشخص اللي عنده العلامة دي عواطفه بتتجاوز حد معين من قوته وبتزيد وبتحوله لشيطان مقاتل. وبالفعل قوة دوت السحرية كانت مهولة، وأطلق تعويذة في الجو منعت أي تعويذة من لوف إنها تشتغل، لكن رفض إنه يقتلها لأنه ما بيحبش يضرب البنات، فوقف سحره وقال لها تمشي من هنا، وهو يعمل نفسه ما شافش حاجة منها قبل ما يغير رأيه. وهي شكرته وهي في حالة من الذهول، أما فين فكان مبهور جدا من اللي هو شايفه، لكن فجأة ظهرت تعويذة حجرية ورا فين، ودوت راح علشان ينقذه منها. في اللحظة دي دخل النائب الرابع في مجموعة ذئاب السحر وبيلوم لوف إنها ما قدرتش تهزم صاحب الخط الأول دوت، ويستهزأ إنه حتى مش خصم يعني. في الوقت ده دوت أرخى دفاعه وحماسه وقال له مش عارف إزاي هيقدر يواجه النائب الرابع ده. أما لوف فارتاحت إن النائب الرابع وصل لأنه هيقدر يخلص على دوت بسهولة، لكن الكل اتفاجئ لما النائب الرابع فجأة وقع على الأرض من قوة سحر مهولة، وخصوصا النائب الرابع وكان عاوز يعرف مين اللي عمل فيه كده، واتفاجئ بموهوب السماء المشهور راين، وقال له أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت مش مفروض اختفيت؟ وراين قال له ما تضيعش وقتي يا حسال أنت، وأطلق سحر السيوف بتاعه. وقتها النائب الرابع كان مرعوب وقال له ما كانش قدامي حل تاني وأنا ندمان، وطلب منه المسامحة، لكن راين فضل يضرب فيه وبيقول له اللي زيك ما بيتعلمش غير لما يتوجع ويكمل ضرب فيه. ودوت عرف ان راين ده من مسكن ادلر بتاعهم يعني اكيد حليف ليهم، وبنشوف راين بيأمر دوت يخرج من هنا. ودوت كان مستغرب ايه اللي بيعمله موهوب السماء هنا وخرج هو وفين مذهولين. اما راين فافتكر كلام شيخ الاكاديميه وهو بيقول له ان عملاء زيرو هنا وهو كان بيدور عليهم ومش عارف هما فين. وهو سرحان كده اتفاجئ بدخول ماش بياكل فطيره ببلاها، ولاحظ ان بطاقته طالعه منه وشك انه واحد من اشرار زيرو، وقال لماش انا ما عنديش وقت فحقق معاك بسرعة
بسرعة الكائن اللي قدامك ده هيظهر قوة سحرية الحقيقية، وده هيعرفني انت طالب ولا لا. ولو كنت ساحر عادي فسيبك تمشي، لكن وقبل ما يكمل كلامه اطلق سيف ضخم جدا على ماش علشان يشوفه هيستخدم سحر ولا لا. لكن اتفاجئ انه مسك السيف بصبعين من غير اي سحر بمنتهى السهولة. وطبعا الكائن قاس انه ما عندوش سحر لانه ما استخدمش اي سحر وهو بيوقف السيف. بعدها قرر انه يطلق عليه 3% من السيوف عليه، لكن بطلنا غريب الاطوار صنع منهم الكرسي وقعد عليه. ورين كان هيتجنن في الوقت ده وقرر يعمل اخر اختبار بقى وخلاص، واطلق 10% من السيوف عليه، ودي نسبة ضخمة جدا محدش يقدر يستحملها من غير ما يتصاب. لكن برضو ماش قدر يتفاداهم كلهم، وطبعا ده شيء خارق للعادة. بعدها راين سأله عن اسمه، لما عرف افتكر كلام شيخ الطائفة عنه انه شخص غريب الاطوار عن باقي زمايله وعنده قلب قوي وصادق ووصاه يهتم بيه. ولما راين اتأكد ان هو ده الشخص اللي الشيخ اتكلم عنه اعتذر من ماش على سوء التفاهم ده، وكاعتذار اداله منديل سحري يقدر يشفي بيه جروحه بعد كده، وقال له خليك حذر في طريقك لان سمعت انك بتسعى وراء ابيل. بعدها راين بيقول له انا سمعت انك عايز تبقى موهوب السماء الجديد، فمن الطبيعي انك تواجه ابيل لانه هيكون احد المرشحين لمنصب موهوب السماء السنة دي. وخليني اقول لك ان من العدل اقول ان سحر الدمى بتاعه ده اقوى من انه يصنف كساحر او كطالب عادي. وفهمه انه اتفاجئ لما صد سحره الابتدائي بايده من غير اي سحر، لكن كونه عايش من غير سحر كده هيتعرض لاوقات صعبة جدا. ماشي اتوتر وقال له بس انا بعرف استخدم السحر. راين تظاهر انه مصدقه وقال له على اي حال ابيل معاه اغلب العملات الذهبية، حاول تهزمه والعملات دي كلها تبقى ملكك، وده هيقربك من انك تبقى مرشح لمنصب موهوب السماء. بعدين قال له لو عاوز تبقى موهوب السماء فعلا اعمل ده حتى لو هتموت في سبيل ده. وقرر انه يمشي. وقتها ماش شكره على كل اللي قاله ده، وهو قال له انت فهمتني غلط، انا بعمل ده علشان مصلحتي انا، ومشي. بعدها ماش كان حاسس ان الشاب ده شكله مش سيء وبيساعده. اما راين فافتكر كلام الشيخ وبيقول له ان ماش بيفضل اصحابه عن اهدافه الشخصيه، وانه انقذ اخوه فين قبل كده، وهنا قصدنا ان فين يطلع اخو راين. وقتها راين كان مستني من ماش انه يثبت للكل انه قواه اكبر من السحر علشان يقدر ينال لقب موهوب السماء. بعدين بنرجع لبطلنا وهو قدام باب ابيل، وكالعاده نسي يفتح الباب بالسحب ولا بالدفع، وفي نهايه المطاف كسره برضه كالعاده. ابيل اول ما شافه قال له وانت ما بتعرفش تفتح الباب من غير ما تكسره ابدا؟ هو قال له كنت بخبط بس مش اكتر. بنشوف ابيل وبيقول له انا متفاجئ منك جدا، لان راين الوحيد اللي يقدر يواجه العين البغيضه بتاعت ابس، ومن المستحيل انك تكون اقوى من راين يا اما انت بقى. وقبل ما يكمل كلامه استغرب رد فعل ماشي الغريب بالتوتر وحركات عجيبه كده، وسالوه في ايه؟ هو قال له مفيش حاجه، كمل. وهو كمل كلامه قال له على اي حال انت شكلك بارئ جدا برضه، لكن لازم تفهم ان العالم ده مش عادل ابدا وما بيتعاملش مع الكل بالتساوي، وانا شرحت لك طبيعتنا الوحشيه قبل كده، واني ما اقدرش اتحمل اي حاجه غلط بتحصل حوالينا لاننا موجودين هنا علشان ناخد من غيرنا، وخصوصا اللي بنشفق عليهم لانهم بيبينوا قد ايه احنا افضل. رد عليه ماش وقال له طب اللي ما بيقدروش يستخدموا السحر بتعملوا معاهم ايه؟ قال له الناس دول بقى لازم نتخلص منهم، لان عزلهم بمنتهى البساطه كده ده كتير عليهم، علشان كده انا اللي هصلح النظام الفاسد ده واتخلص منهم، ده غير اني مش هستنى عادمين الفائده اللي بيحموا الضعفاء. وقتها ماش افتكر ابوه اللي حماه وهو ضعيف وعامله احسن معامله ورباه على كل خير. رد عليه ابيل وقال له فهمت اللي بتقوله، علشان كده اسلوبك ده مش عاجبني، وعمرنا ما هنبقى اصحاب في يوم من الايام. هو قال له انت شكلك مش فاهم حاجه ومغفل، وانا ما بحبش المغفلين اللي عندهم جينات معيبه زيك، علشان كده لازم اتخلص منك. وبدا بالهجوم على بطلنا باستخدام الدمى. في الوقت ده لوف وصلت وشافت القتال بينهم وعرفت انها جت في وقت غلط، لكن وقفت تتفرج. بطلنا قطع راس اول دميه، لكن اتفاجئ بحمض جوه الدمى دي وبعد بسرعه، لان ابيل قال له الحمض ده هيأذيك اول ما تلمسه. بعدها مسك راس الدميه اللي اتقطعت ورماها بقوه كبيره جدا على الدمى اللي جاي عليه علشان محدش يلمسه ويتأذي، زي كانه بيرمي كره بولنج كده، وقدر يدمرهم كلهم بضربه واحده تحت ذهول لوف. بعدين بص لابيل وقال له انت قلت من شويه انك ما بتحبش اصحاب الجينات المعيبه، طب لما هزمك دلوقتي هنقول ايه على جيناتك؟ وقول لي كمان ايه اللي انت عملته في ليمون؟ هو قال له انا معرفش انت بتتكلم عن ايه، لكن الشيء الوحيد اللي انا اخدته من الطلاب هي قواهم السحريه. رد عليه وقال له الوحيد ده انت خليتهم شويه مرضى يا جدع. ابيل ببرود قال له مش قلت لك الاقوياء بياخدوا دايما من الضعفاء؟ هو ده حقنا يا معلم. واطلق دمى ضخمه واقوى بكتير على ماش وقال له انت مستحيل يبقى عندك القوه انك توقف دول بقى، لانك وصلت لحدود قواك ومش
تقدر تتجاوزها مع دول. حتى لوف شافت ان دين هيتماش، لكن ماش ضرب الدمى كلها ورماها له وراه وقال له فكرني كده كنت بتقول ايه من شويه، تقريبا قلت ان القوي بياخد من الضعيف وده حقه، خليك بقى فاكر لما افوز عليك هتقول لي فين ليمون. وقتله في اترعبت من قوه ماش وكانت عايزه ترجع بيتها كمان. بعدين قابل استخدم سحره وقدر يتحكم في ماش عن طريق انه بيخليه يضرب نفسه. ماش مستغرب ازاي بيضرب نفسه كده، وقابل قال له كده قتال مش عادل صح، وانا بحب العدل علشان كده هجيب لك خصم ليك. بطلنا اتفاجئ اول ما شاف فين اتحول لدميه، وقابل قال له انا عارف انه صاحبك وقلت اجيبه لك علشان العرض يبقى مسلي شويه. وبدا فين وهو دميه يهجم على ماش وهو قابل متحكم فيه عن طريق الخيوط، لكن ماش اتفادى ضرباته وده خلى قابل يقول وريني اضحي بنفسك ولا بصاحبك علشان لو ما قتلتهوش اخليه هو اللي يقتلك. ماش فضل واقف بيتعرض للضرب من صاحبه وخايف يأذيه ورافض انه يهجم عليه رفض قاطع. وقتها قابل قال له شكلك مغفل وهتضحي بنفسك، وانا ما بحبش المغفلين كده، بيجيبوا لي ضيق تنفس. ولما فين حاول يضرب ماش بالفاس، الفاس هو اللي اتكسر وماش ما جرالوش اي حاجه. بعدها بطلنا قال لقابيل انت كنت عايز العمله الذهبيه بتاعتي صح، وهو اتفاجئ وقال له هتديها لي ولا ايه؟ رد عليه وقال له طالما عايزها قوي كده وعمال تحارب وبتاع، وراح رماها بقوه على قابيل علشان يقطع الخيوط اللي بيتحكم فيها في فين، ورجع عملته من تاني تحت ذهول لوف وقابيل اللي اتعصب جدا وقال له اعذرني انا فقدت صبري معاك ومش عاوز اكمل في الوقت الممل ده علشان كده انت مجرد كلب صغير مالكش اي لازمه، ورفع ايده علشان يستخدم السحر، لكن بطلنا ماش كسر له صباعه وقال له مش مهم انا ايه بالنسبه لك كلب بقى ولا فار حتى، لكن محتاج تعتذر عن اللي عملته لصاحبي. وهجم على قابيل بضربه قويه جدا، لكن بعد الهجوم الخطير ده قابيل رمى تعويذه بسبب الدميه الصغيره اللي في ايده دي على ماش وتحول لدميه وقال له زي ما قلت لك كده الضعفاء ما هما الا فرائس. في اللحظه دي بطلنا ماش كان جسمه كله عباره عن دميه خشبيه بالكامل، وقابيل بيقول له كل ما ببص لك بشوف قدامي ارنب ذكي بشكل غريب، ومد ايده في جيب ماش علشان ياخد العمله الذهبيه وهو بيقول له انت كنت تمرين حلو كارنب، لكن الارانب هتفضل طول عمرها ارانب مفيش جديد يعني، ومستحيل يبقوا ذئاب في يوم من الايام. وبدل ما قابيل يطلع العمله الذهبيه طلعت في ايده فطيره الكريمه المفضله لبطلنا ماش. في اللحظه دي ماش رجع بشري فورا ولكم قابيل لكمه قويه جدا واخد منه الفطيره. لوف قرفان ان ماش حاطط فطيره في جيبه وشايفاه انه شخص غريب الاطوار جدا، اما قابيل فكان هيتجنن ازاي ماش قدر يرجع بشري بعد ما تحول لدميه، وخصوصا ان سحر الدميه بتاعه بيعترض اشارات الدماغ العصبيه وبيشل التحكم من الجسم، يعني مفروض ما يكونش عارف يتحرك اصلا. واتصدم لما فكر في اللي حصل ده ممكن يكون بسبب منعكس نخاعي، ودي حاله بتحصل تلقائيا للجسم لما بيحس بالتهديد، زي مثلا لما حد ايده بتلمس شيء سخن بيبتعد تلقائيا. اهو ماش بقى بسبب حبه الكبير للفطيره جسمه اتحرك تلقائيا تجاهها، وده خلى التعويذه تفسد ويرجع بشري من تاني. وقتها قابيل ولوف ادركوا ان فطيره الكريمه دي مهمه عند ماش بطريقه مش طبيعيه. بعدين قابيل بيقول لماش بما ان البقاء للاقوى فانا فاهم ان الضعيف بيحارب علشان يحمي نفسه برضه، علشان كده ما عنديش مشكله انك تحمي نفسك لانك كنت خصم جدير بالقتال، لكن اقدر ان امتص كل القوى من الدمى اللي عندي دي واتحكم بيها وادمرك بالتعويذه الاقوى. وبدا في اطلاق تعويذه اقوى جدا وهي دمى الاذى اللي كانت ضخمه جدا، وفهموا ان التعويذه دي بتحول اي شيء بحدود ال100 متر لدميه، وقال له اهو انت هتتحول زي كانك دميه بمجرد ما الخيوط تلمسك، وخيوط انت مش هتقدر تشوفها كمان، وهتسلب منك ارادتك ومفيش طريقه علشان تقدر توقفها، وهتكون في حاله سيئه جدا ومش هتقدر تتعافى منها بعد ما الخيوط دي تخلص عليك. وخليني اقول لك بقى انك تقدر تكسب احترامي لان مستواك كارنب قتال مش وحش، وخليت الكبرياء يسيطر عليا ودي متعه بالنسبه لي، فانا بشكرك على. وقبل ما يكمل كلامه المغرور ده اتصدم لما شاف ماش بيتحرك عادي من غير ما يكون متاثر بالخيوط المخفيه دي وكمان كسر الدمى الضخمه. وببرود ماش قال له معلش انا اسف كنت بتشكرني عليه علشان كنت مشغول وما خدتش بالي. رد عليه وقال له انت ازاي ما تحولتش لدميه يا عم؟ هو قال له علشان قطعت كل الخيوط اكيد. قابيل هيتجنن خلاص، ازاي قدر يقطع الخيوط دي كلها وهو اصلا مش شايفها؟ اما لوف فكانت واقفه مصدومه من اللي شافته لانها عمرها ما شافت زي ماش، لانها شافت ماش من شويه لف جسمه علشان الخيوط تتقطع بسرعه قبل ما يفقد حركته. ماش لاحظ ان قابيل واقف ساكت ومصدوم فقال له ايه يا ملك يا ارنب انا شايفك واقف عرقان كده ليه؟ وكسر باقي الدمى اللي في طريقه ووقف بسرعه مهوله ورا قابيل وشاله بشكل غريب وضربه بقوه. في الوقت ده قابيل افتكر امه اللي كانت كريمه وعطوفه جدا مع الضعفاء، على الرغم من انها كانت من عيله نبيله الا انها ما احتقرتش الضعفاء وساعدتهم. وفي يوم
وهي بتقدم الاكل للضعفاء، واحد منهم هجم عليها وقتلها لانه كان عاوز ياخد الاكل كله لنفسه، ولما قتلها قال ان الاغنياء عاشوا حياتهم محظوظين علشان كده قتلهم والعقاب ليهم. ومن ساعتها ابيل مقهور جدا على امه الطيبه دي، وشايف انها غلطت لما عطفت على الضعفاء وقال لماش الضعفاء مش محتاجين شفقتنا، حسالة المجتمع دول موجودين لسبب معين وما ينفعش نعيش في انسجام على الكوكب مع بعض. وحكى له انه دور على افضل مواهب في الاكاديميه دي علشان يحقق اهدافه زي ايبس وغيرهم، وقال له انا اقتحمت نفسي في قوه ما كانش هينفع اقرب منها وقربت، وانت مش هتقدر تغير رايي لان الفقير والضعيف ما هما الا موارد يستحقوا اننا ننهبهم. ماش قال له بس في ناس سيئه في كل المستويات، هو قال له ان معظمهم موجودين في القاع علشان كده لازم يعتزلوهم. بعدها ماش قرر ما يهتمش بكل الكفته اللي في دماغ ابيل دي وساله عن مكان ليمون بما انه خسر قدامه، وقال له عندك حق انا خسرت علشان كده حرر كل الدمى الطلبه اللي انا حولتهم دلوقتي. وماش في الوقت ده قال له لما حكيت حكايه امك حسيت انك شخص مش سيء قوي زي ما كنت مفكر ودلوقتي انا مطمن. ابيل كان مستعجب شفقه ماش على اللي حصل لامه وقرر انه يحرر كل الدمى، ورجعت الدمى ومنهم فين وليمون وشكروا ماش على انقاذهم ليه. في اللحظه دي وصل دوت هو كمان وكان فرحان انهم بخير، وابيل كان شايفهم مجموعه من الحمقى اصلا. بعدين ماش بيسالهم عن لانس لكنهم ما يعرفوش هو فين. اما في جانب تاني بنشوف راين بيلاحظ وجود واحد غريب بيقول له انت مش من المدرسه دي، وهجم عليه بالسيف لكن المجهول ده صد الهجمه بسهوله، وحتى عدد العناكب اللي كان بيقيس درجه السحر مع راين وصل لاقصى عدد اول ما قاس سحر المجهول ده. المجهول سال راين ازاي اكتشف انه مش من المدرسه، هو قال له خلينا اقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والمجهول فهم انه لسه شاكك فيه ومش متاكد يعني. بعدين راين بيقول له زيرو البريء دي منظمه سحريه سوداء بتشتغل في الخفاء ومرتبطه باعمال تهريب الكائنات السحريه، ده غير المخدرات وتجار البشر والقتل. وقول لي بقى بتعملوا ايه في المدرسه هنا شويه اوغاد وضيعه؟ المجهول قال له احنا هنا علشان بندور على شيء مهم بالنسبه لنا ومن المفترض انه موجود دلوقتي في المدرسه دي، وخلينا قابل يدور عليه لكنه فشل. راين قال له اجابتك مش كفايه احكي لي اكتر، هو قال له اكيد مش هقول لك انت مفكرنا اصحاب وهنقعد ندردش مع بعض ولا ايه، وبعدين انا مش فاضي دلوقتي ولازم اروح اقتل قابل بما انه فشل في مهمته. وجاب واحد يحارب راين علشان يعطله ويروح هو يقتل قابل. راين كان مصدوم اول ما عرف ان الشخص اللي قدامه ده قوته قريبه جدا لقوه موهوب السماء، ده غير انه قاتل متسلسل واكل لحوم البشر واسمه جون. والنهارده بقى بنشوف بطلنا ماش اصحابه بيحتفلوا بفوزه التاريخي على قابل، بعدها بيروح الحمام واصحابه مستنيينه تحت ضحك وهزار كتير بينهم، واتفاجئوا بدخول سيلورا عليهم وبيضربهم بشكل غير متوقع وبيقول لهم ابعدوا من وشي، ومكمل هو طريقه لقابل. دوت لسه هيقوم يتخانق معاه سكت اول ما شافه بيمسك قابل من رقبته وبيقول له شكلك باين انك لسه مضروب ووضعك مزري جدا، اكيد خسرت ده انت حتى مش عارف تبقى القمه في المدرسه دي، وده وحش قوي لو واخد بالك، بس على الاقل انت عملت حاجه واحده حلوه وهي انك اديتنا معلومات حلوه عن المدير والبرج، ومع ذلك انت معرفتش تلاقي الشخص اللي بندور عليه، وابتدى يخنق قابل في ايده. لكن في اللحظه دي دخل ماش وهو شايل صينيه كبيره مليانه بفطاير الكريمه المنفوخه وبيقول لهم مين عايز فطيره الكريمه ومين عايز عصير البرتقال، لكن سكت اول ما شاف الوضع بين سيلورا وقابل، وكان متضايق ان في شخص جديد هيفسد عليهم حفلتهم بتاعه الفوز. وبحركه غير متوقعه رمى صينيه الفطيره على سيلورا والفطيره لزقت في راسه. بعدها ماش بسخريه قال له معلش على الازعاج احنا عايزين الفطاير دي ناكلها. سيلورا اتعصب وبعد الفطاير عن راسه ولسه هيضرب ماش، فجاه حس بصداع رهيب وصدى كبير، وده دليل على ان الشخص اللي بيدور عليه في المكان هنا. بعدها بص على ماش حس انه قدامه واحد قبله وقال اكيد مش هو ده اللي انا بدور عليه، لكن الصداع والصدى كانوا هيجننوه لانهم حصلوا اول ما ماش دخل، وفضل هو في دوامه اسئله عن ماش بينه وبين نفسه يا ترى هو ده اللي انا بدور عليه ولا ايه. وفي نهايه الامر قرر انه يخلص اللي جه علشانه دلوقتي وبعدين يشوف الحوار بتاع ماش ده، وطبعا اللي جه علشانه هو قتل قابل. وابتدى جهز السحر ووجه ضربه قويه جدا على قابل، لكن ايبس اتدخل وضحى بنفسه قدام قابل والضربه جت فيه هو. اما ماش فاتصدم اول ما شاف الفتى المقنع ايبس هو اللي اتضرب لانه ابتدى يحبه مش عاوزه يموت. وايبس في اللحظه دي بعد ما تلقى الضربه قال لماش بحزن انا اسف يا ماش لكن شكلي هفوت فطار الكريمه بتاعتك. اما سيلورا فتفاجئ بماش انه رمى حصى غيرت مسار السحر بتاعه قبل ما يخلص على ايبس. بعدها بيتريق على ايبس وبيقول له انه كلب مخلص وان منظر الاخلاص ده بيشمئز منه، وقبل ما يكمل تريقه بغضب شديد من ماش كده ضرب الارض ضربه كبيره في اتجاه سيلورا وده خلى الارض تتكسر،
اخد منها صخرة ورماها في وش سلورا بقوة، لكن سلورا مسكها بايده ولحس الصخرة وهو بيتريق على ماش انه سريع الغضب وقال له تقريبا هقتلك انت كمان النهاردة. بطلنا بنظرة غضب وتحدي قال له انا هرسل ابسل المستشفى ولو حاولت انك توقفني انا هنزل فيك ضرب. سلورا طبعا ما تأثرش ولا خاف من الكلام ده وهجم عليه بمطر كربون قوي جدا فضل يضرب في بطلنا. وقابيل واقف مصدوم وكان عارف ان ماش مستحيل يعرف يفوز على سلورا لانه فرد من جماعة زيرو اللي اتولدت بقوات كبيرة جدا وفيها كل المميزات، وافتكر كلام امه وهي بتقوله ان في كتير من البشر بيتولدوا بمميزات اكبر من غيرهم. ولما فاق من شروط ده طلب من ماش يستسلم وحاول يقنعه انه مش هيبقى ند لسلورا وقال له احنا مستوانا اقل منه مش هنعرف نفوز عليه. واديك شفت ابس كان عبيط وضحى بنفسه وانا مش عارف عمل ليه كده علشاني واحنا مفروض غريبين عن بعض لانه كان مجرد اداة بس بالنسبة لي ومش فاهم ليه الانسان ممكن يضحي علشان واحد غريب عنه. رد عليه ماش وبيحاول يتفادى الضربات وقال له انت خليته سعيد، هو ما عندوش حد وحيد والحياة ملهاش لازمة عنده علشان كده لما انت احتاجته بقى سعيد وانا عارف ده لاني زيه بالظبط علشان كده احنا هننقذه وهنديله الكريمة المنفوخة اللي كان عايزها. وقتها افتكر قابيل امه وهي بتقول له حط نفسك مكان غيرك وانت هتعرف انه مش كله قوي وساعتها هتقدر تزور لهم طيبة ملهاش مثيل. بعد كلام امه ده افتكر ابس اول ما جاله كان باين عليه قد ايه الحزن وانه مش حابب عينه الشريرة دي وهو اللي عرض عليه انه يخليه شخص نافع ومش كاره للحياة كده ويستخدم عينه في مصالح كتيرة. بعدين فاق من شروده على صوت ابس وهو بيتكلم بالعافية وبيطلب منه انه يهرب بسرعة ويسيبه هنا وهو مش مهم عنده حياته، لكن قابيل ما كانش عايز يسيبه. اما دوت فكان مزول من قوة سلورا وقوة المطر الكربوني اللي اشبه بقوة صخور صلبة ده ومستغرب ماش ازاي تفاداها لحد دلوقتي. وعلشان التفادي بتاع بطلنا قرر سلورا انه يزود جرعة المطر الكربوني علشان يخلص عليهم اسرع، لكن في اللحظة دي اتدخل قابيل وحامى ماش بالدمى الصخرية وقال لسلورا حتى الضعيف عنده فرصة انه يدافع عن نفسه. وسلورا اتفاجئ وقال له انت بتعمل ايه؟ قال له بعمل اللي شايفه اصح ومفروض يتعمل دلوقتي، وهو باستهزاء قتل الدمية بالتعويذات بتاعته. ولسه هيتريق قطعه ماش بحركة سريعة جدا ظهر قدامه ولكم ولكمة قوية جدا في وشه وابتدى وشه يتشقق وقال له انت اول واحد يقرب مني للدرجة دي ويضرب بشرتي وانا استاهل علشان قللت دفاعي. بعدين سأله عن اسم السحر اللي بيستخدمه ايه وعلشان ماش ما بيعرفش يستخدم السحر اصلا اتوتر وقال له اي اسم في باله كده وخلاص وهو القوة. وسلورا استغرب من الاسم وقال له قوة ايه وفهم ان ماش مش عاوز يقول وقال له مش مهم اعرف ايه اسم سحرك، وقام طلع مراية عاكسة للسحر ودوت اول ما شافها اتصدم لانه عارف ان المراية دي بتبقى اداة سحرية قوية بتقدر انها تصد اي تعويذة وترسلها، وكل ما كانت التعويذة قوية كل ما المراية السحرية دي بتخليها اقوى واقوى علشان كده صنفوها انها اقوى اداة سحرية والاكثر رعبا في العالم. دوت كان مفكر ان مجلس السحر بيحرسها ومش فاهم هي ليه مع سلورا ده، وبفزع نادى على ماش وقال له اياك تروح تقتله، احنا كمستخدمين سحر ما نقدرش نواجه حاجة في قوة المراية دي لانها هترد سحرك في اتجاهك انت، يعني غلطة واحدة منك بس هتموتك. وقتها سلورا كان شمتان فيهم من اللي بيحصل لهم بسبب المراية ده ولسه بيتفاخر عليهم، وفجأة ماش بركلة قوية جدا كسر له المراية اللي فرحان بيها دي. وقتها كل اصحاب ماش ادركوا انه طول الفترة دي ما كانش بيستخدم السحر اصلا، لانه لو كان عنده سحر كان زمان وتعكس عليه قبل ما الركلة اللي عملها دي تحصل. وكلهم كانوا في صدمة ازاي واحد ما بيستخدمش السحر في اكاديمية سحر، وكان معاهم في الصدمة دي قابيل كمان وحاسين انهم في فيلم خيالي، ازاي انسان يبقى بالقوة الكبيرة اللي عنده دي وتطلع قوة بدنية مش سحر اصلا، ومش مستوعبين ان في قوة بدنية بالشكل ده اصلا. بعدها بنرجع لسلورا اللي وشه بيرجع يتصلح من اول وجديد كانه ما اتضربش، لكن اتفاجئ لما شاف علامة ظهرت على ايده وفهم انها ظهرت اول ما ماش ضربه وادرك ان هو ده اللي بيدور عليه. بعدها جهز تعويذته الخاصة علشان تاخده ويمشي من المكان ده، ودع الكل ولا كانهم اصحابه وقال لهم انه عنده حاجة عاوز يعملها علشان كده مضطر يمشي دلوقتي، وفهمهم انهم هيتقابلوا مرة تانية. رد عليه ماش ببلاها وقال له مبروك انك ترجع بيتك ويا ريتك كنت افتكرت الحاجة اللي عليك دي من بدري. بعدها بسرعة راح علشان ياخد ابس للمستشفى ويتعالج، لكن قابيل قال له مفيش داعي للاستعجال ابس هيكون بخير دلوقتي، وفهمه انه هياخد ابس معاه وشكره على كل حاجة عملها وقال له هرد لك المعروف ده في يوم من الايام. وبما ان المكان فضي على بطلنا مع اصحابه ابتدوا يتكلموا عن موضوع انه ما بيستخدمش السحر في المدرسة ازاي يعني، وعبروا عن دهشتهم بالحوار الكبير ده وقرروا يخبوا عن الكل علشان ماش ما يتأذيش هنا ويعاقبوه. ودوت قلق ان لو اللي في المدرسة عرفوا انهم عارفينه بيحموا ماش كمان هم هيتضروا. في اللحظة دي دخل
دخل احدى التلاميذ اللي كان متحول لدمى وقال لهم انا شفت كل حاجه، طالب ما بيعرفش يستخدم السحر في مدرستنا يبقى فضيحه كبيره وانا هقول الاساتذه. وقتها بطلنا ادرك انه جه وقت الكشف عن هويته الحقيقيه قدام الكل بعد ما خباها طول المده دي. وبكده بتكون خلصت احداثنا النهارده وخلصت اخر حلقات الموسم الاول من حكايه ماش. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ استنونا في الموسم الثاني اول ما ينزل ان شاء الله، واتمنى تعجبكم الحلقات اللي لخصناها، واستنونا دايما في الاجدد والاجدد، وقولوا لنا هيوحشكم ماش قد ايه. ويلا سلام.